في برنامج وقت إضافي اليوم، تمويل الجمعيات الرياضية لكرة القدم المحترفة بين الصعوبات والحلول. في وين ماشيين نطرح موضوع غضب الجماهير على جمعياتهم وانعكاساتها على المردود وعلى الميدان. وماهر بن عيسى رئيس مستقبل المرسى ضيف بيني وبينك. عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في وقت إضافي، برنامجكم الحواري الرياضي على الوطنية الأولى. البداية اليوم باش تكون من سحب قرعة نصف نهائي كأس تونس لكرة السلة فتيات وذكور، ومعنا في استوديو ممثلين على الجامعة التونسية لكرة السلة. سيد الأسعد بورقيبة نائب رئيس الجامعة ورئيس لجنة البطولة والكأس، مرحبا بك سي الأسعد. بيك أكثر عاجل. سيد رشيد القسنطيني مسؤول على المسابقات بالجامعة، مرحبا بك سي رشيد. شكرا. واليوم الايادي البريئه باش تكون من ضيوف دوسي الكره، ومعنا في البلاتو السيد رياض الجريدي رئيس مستقبل جيمس، مرحبا بك سي رياض. مرحبا بك. وايضا معنا السيد بوسيري بوجلير رئيس نجم المتلاوي، مرحبا بك سي بوسيري. سي بوسيري مشكور جدا اللي جينا، مشكور على الحضور ساعة الزوز على تنقلكم من جيبس ومن المتلاوي والحضور، وانت مشكور ايضا على الورود اليوم بيان سور، حفاوه المتلاوي كيما في كي تستقبل كيما كي تتنقل معناها. اي افكتيفمون، هو الاحباء كي سمعوا انا ضيفكم كلفوني باش باقه ورود للبرنامج لخان برنامج، ومن خلالكم زاد الصحفيين النزهاء الكل نحيوهم ويمشوا مضيا قدما ان شاء الله في النزاهه باش نطهروا رياضتنا ان شاء الله. مشكور جدا سي بوسيري بوجليل. البدايه منك سي الاسعد برجي، باش نوع عنا انا وساسا هكا نلعب نصف النهائي توا باش نجبد قرعه نصف النهائي. ايش مرحبا بك. يعيشك مدام عايده، شكرا على الاستضافه واستقبالنا لسحب قرعه الدور نصف النهائي. خليني نبدا نذكر بالمواد، المواد باش يكون ان شاء الله نهار السبت 3 ماي بالنسبه للكبريات والاكابر. كما اقترحت سيادتك باش نبداو بالكبريات. غالونتري اوبليج. بالطبيعه. خليني نذكر بالنوادي المترشحه للدور نصف النهائي ثم نمر لعمليه القرعه مباشره. عندنا نادي شرطه المرور. تفضل سي رشيد. عندنا كذلك الامر الرياضي بالوطن القبلي. الجمعية الرياضية النسائية. كان تسمع سي الأسعد بورقيبة عندنا في الشاشة الجمعيات المترشحة، ومن بعد نوريهم واحدة واحدة قبل ما نحطوهم في دونك موجودين أمامنا، تكمل تسميهم سي الأسعد. الأمل الرياضي بالوطن القبلي، نادي شرطة المرور، الجمعية الرياضية النسائية بجمال، والنادي الرياضي الصفاقسي. هذوما الجمعيات، وهذوما توا باش تراوهم أمامكم بالجمعية بالجمعية، سي رشيد القسنطيني باش يحطهم في ال على نادي شرطة المرور. نادي شرطة المرور. عن الأمل الرياضي بالوطن القبلي. الأمل الرياضي بالوطن القبلي. هذه الأولانية. الجمعية الرياضية النسائية بجمال. الجمعية الرياضية بجمال، نوريوها بالكدا بالله. لا راهو لا. تخش علينا سي الأخراني، النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الرياضي الصفاقسي هي الجمعية الرابعة المترشحة لنصف نهائي كأس تونس فتيات. نذكروا بهم الفتيات الامل الرياضي بالوطن القبلي، فتيات النادي الرياضي الصفاقسي، فتيات شرطه المرور، وفتيات الجمعيه النسائيه بجمال. واليد البريئه هو اختار باش يسحب قرعه الفتيات هو سي بوسيري بوجليل. تنجم تقعد سي بوسيري. تفضل. الجمعية الأولى سي رشيد. الأمل الرياضي بالوطن القبلي. الأمل الرياضي بالوطن القبلي. الأمل الرياضي بالوطن القبلي، سي الأسعد بورقيبة يسجل بيان سور. الجمعية الثانية، شكون باش يستقبل الأمل الرياضي بالوطن القبلي؟ يستقبل. يستقبل نادي شرطة المرور. نادي شرطة المرور. النصف النهائي الأول، الأمل الرياضي بالوطن القبلي يستقبل شرطة المرور. والمباراة سي الأسعد. ملاحظة قبل ما نمر للسحب الثاني، وكونه اللي يكون سحبه الأولاني هو اللي يقبل في الملعب نتاعو. واضح. الأمل بالنسبة للمباراة الأولى، بالنسبة للمباراة الثانية سي بوسيري. هذا النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الرياضي الصفاقسي باش يستقبل، بما انه تم سحبه الاول باش يستقبل. يستقبل شكون؟ جمال. جمال.
شكرا. عايشك. فهمتوا؟ جمعية رياضية نسائية بجمال. ذكروا بهم سي الأسعد. اسميه. كما قلنا بالنسبة اللي يتم سحبه الأولاني هو اللي يقبل. بالنسبة للزوز مباريات عندنا المباراة دور النصف النهائي الأول اللي باش يدور في نابل، الأمل الرياضي بالوطن القبلي. موجودين أمامكم في الشاشة. يقبل نادي شرطة المرور. والنادي الرياضي صفاقسي يقبل الجمعية الرياضية النسائية بجمال يوم السبت 3 ماي إن شاء الله. نصف النهائي، نصف نهائي الفتيات نهار 3 ماي. بالنسبة للذكور الجمعيات، بالنسبة للذكور نفس التاريخ عايدة. نذكر بالجمعيات بعدك نوريهم للكاميرا. النادي الإفريقي، الزهرة الرياضية، الشبيبة الرياضية القيروانية، والاتحاد الرياضي المنستيري. موجودين في الشاشة الاتحاد المنستيري، الزهرة الرياضية، النادي الإفريقي، الشبيبة القيروانية. نوريهم، حطوهم في ال... شو يسميوها ساعة هذية البول؟ كريستال. لا بول ماجيك. ماجيك. تفضل سي شيخ. نبداو بالكلوب الافريكان، النادي الافريقي. عندنا الفريق الاولاني، النادي الافريقي. النادي الافريقي، خليه حتى نشوفوه بالكدا. النادي الافريقي، النادي الافريقي من الفرق المترشحه لنصف نهائي كاس تونس. واضح. الفريق الثاني، الزهره الرياضيه. الزهره الرياضيه هي الفريق الثاني. ايضا من الفرق المترشحه لنصف نهائي كاس تونس لكره السله. الفريق الثالث، الشبيبه الرياضيه القيروانيه. الشبيبه الرياضيه القيروانيه، شبيبه القيروان، الفريق الثالث. والرابع، الاتحاد الرياضي المنستير. الاتحاد الرياضي المنستيري. هذه الاربع فرق المترشحه نصف نهائي كأس تونس. ذكروا بهم الاتحاد المنستيري، الزهرة الرياضية، النادي الإفريقي، الشبيبة القيروانية، واليد البريئة. سيد رياض الجريدي رئيس مستقبل. شيك تضحك على اليد البريئة سي رياض. جيت نسكروا هذه مليح. شو مسكره؟ مشكور سي الأسعد بورقيبة، سي رياض الجريدي، اليد البريئة. يلا بسم الله. الفريق الأول. الفريق الأول، الشبيبة الرياضية بالقيروان. الشبيبة الرياضية بالقيروان. شبيبة القيروان، ونذكروا هنا سي الأسعد بورقيبة اللي الفريق اللي يتشبذ يتم سحبه الأول هو الفريق اللي يستقبل شبيبة القيروانية. شكون باش تستقبل؟ خلط بالكدا سي رياض. ثلاثة شوية ما يتخلطوا. الزهرة الرياضية. الزهرة الرياضية. الزهرة الرياضية باش تتنقل للقيروان لمواجهة الشبيبة القيروانية. خلطوا بالكدا، شوفوا شكون باش يستقبل في التراج الثاني. النادي الإفريقي. النادي الإفريقي. النادي الإفريقي باش يستقبل. بتبيع الفريق اللي تبقى هو الاتحاد المنستيري. وريو الكاميرا. وريو الكاميرا. الاتحاد المنستيري. التذكير بالنصف النهائي. بالضبط. بالنسبة للنصف النهائي الأول باش يجمع الشبيبة الرياضية بالقيروانية بالزهرة الرياضية. النصف الرياضي النهائي الثاني باش يجمع النادي الإفريقي بالاتحاد الرياضي المنستيري، ونفس الموعد السبت 3 ماي ان شاء الله. موجودين امامكم في الشاشه. كانوا مشكور جدا سي الأسعد بورقيبة نائب رئيس الجامعه ورئيس لجنه البطوله والكاس، رشيد القسنطيني مسؤول على المسابقات بالجامعه، كان ذكرنا فيهم فتيات وذكور. فرد مره سي الأسعد. بالنسبه للدور نصف النهائي فتيات، الامل الرياضي بالوطن القبلي يستقبل نادي شرطه المرور. النادي الرياضي صفاقسي يستقبل الجمعية الرياضية النسائية بجمال. بالنسبة للأكابر، الشبيبة الرياضية بالقيروان تستقبل الزهرة الرياضية،
والنادي الإفريقي يستقبل الاتحاد الرياضي المونستيري. وهو التذكير زاد تم على الشاشة أمامكم. حظ سعيد لكل الفرق متبارية في نصف نهائي كأس تونس لكرة السلة. من كرة السلة باش نمشيو لكرة القدم. ودوسي الكرة اليوم نحكيو فيه على تمويل جمعيات كرة القدم المحترفة، الرابطة الأولى والثانية بطبيعة الحال، باش نقتصروا على هذوما، الصعوبات والحلول لتجاوزها كما راوها بعض المسؤولين في التقرير. وراجعين نحكيو في البلاتو، نستقبلوا ضيوف دوسي الكرة. نعانيو من منظومة الاحتراف الأزمة اللي حكينا فيما فيه الكفاية. الجمعيات ما زالت تعاني برشا. باش تولي تعمل على نفسها. مداخيل إشهار ما فماش. بعد زنا بعد برشا. الوقت اللي خلقنا الاحتراف ما خلقناش لي باز سوليد نتاعو، ما خلقناش حاجات اللي هي باش نبنيو عليه. جينا قلنا وخرنا وقدمنا، قلنا بعد 4-5 سنين باش نوليو محترفين، 3 ملاعبية بعد 5 ملاعبية بعد 10. لكن اللي خلقنا من لاعب، اللي خلقنا انفراستركتور، اللي خلقنا قانون داخلي بالنسبه للجمعيات يخليهم باش يعملوا دي سبونسور اكثر ولا يعملوا شركات اكثر. هذا كله كان مهمش. نعانيو من منظومه الاحتراف اللي لحد الان مازلنا ما فهمناهاش بكل صراحه. الاحتراف جاء تودانكو هكا، الفرق ما حضرتش، اغلب الانديه باستثناء 3 و4 فرق تعيش على المداخيل القاره وعلى المداخيل نتاع الملعب وعلى التبرعات. الازمه اللي حكينا فيما فيه الكفايه. هذا الموجود نكملوا السيزون هذه كما نكملوا. الجمهور بعدد قليل، مداخيل إشهار ما فماش، وضع اقتصادي صعيب، ما المداخيل نتاع التلفزه حاجه معناها قليله برشا باش مش يعيشوا الفرق هذوما، دونك يلزمهم تمويل، والتمويل لازم نخموا فيه اليوم قبل الغدو. كجمعيه كقنبله رياضيه ما خلاش دعم كبير من الولايه ولا من بعض السلطات، من شيرة الوطن القبلي، ولكن هذا يكون لي موضوع صعيب ياسر، يعكر الامور. ونحن تشوف فينا يعني بالامكانيات بالسبونسورين اللي ندورو فيهم وكل شيء تولي تصعب الامور. ماناش مازلناش متاهلين باش يبعدوا علينا التمويل هذا الخاص. مازلنا جمعيات مازالت تعاني برشا. الحل ما تنجمش نطلع به اني ولا حاجه، يلزم يكون اتفاق جماعي نتاع الانديه هذوما الكل، ونشوفوا ونستنسخوا. احنا ما احناش باش نخلقوا القوانين جد، نستنسخوا في البلدان القريبه منا كيفاش قاعدين يسيروا في الـ في الـ في, الـ في الرياضه هذه البروفيسيونيل، ونستنسخوا منهم، نشوفوا تجارب على البلدان القريبه، نشوفوا المغرب، نشوفوا الجزائر، نشوفوا مصر، نشوفوا بلدان قريبه لنا باش نشوفوا كيفاش عملوا هما وكيفاش قاعدين يمولوا في الكره هو الاحتراف هذايا. الشركات الخاصة حل من الحلول نجم تعمل على الجمعية؟ نجم يكون حل، كان يبدا مدروس وكان يبدا مشروع، معناتها فما تبارك الله الاختصاص في تونس، معناتها اللي تبارك الله عندهم الكفاءات الكبيرة، يصير برمجة ويصير نقولوا احنا اتيود ابروفوندي شنو المشاكل اللي نجم يعرضوها للأندية، شنو المشاكل اللي نجم تعرضها للشركات اللي تدخل للأندية. يعني فوفا بوكو دي ريونيون في الحكاية هذه كل شيء، أما أنا واحد من الناس ما نمشيش في يعني جمعيات تولي جمعيات خاصه بعد زنا بعد برشا. يلزم رؤساء الانديه الكبار واللي يخدموا على عندهم يعملوا في الاحتراف الكل، يلزم نجتمعوا مع بعضنا ونشوفوا شنو هي الطريقه اللي تمويل الرياضه هذه واللي تمويل كره القدم والاحتراف هذا. الدوله ما تنجمش زاده في نهار وليله، معناتها تكون نقول نمول تقول ما عادش نمول، معناتها لازم تكون مبرمجه تقول انا مثلا من هنا ل 2020 راهو ما عادش باش نمول، وتعمل استراتيجيه كامله للكلوب باش تحضر روحها هيك الروحه في ال6 سنوات الجايين باش تولي تعمل على نفسها. حق من حقوقه ان وزاره الشباب والرياضه تقول ما عنديش فلوس، واحنا حق من حقوقنا كجمعيات نجتمعوا مع بعضنا وندرسوا مع بعضنا شنو هي الحلول، لازم نلقاو حلول باش يصير تمويل، يخلونا نعملوا التمويل نتاع الاحتراف هذا. في بالي 2015 ان شاء الله مش تبدل الشكل القانوني نتاع الجمعيات، اذا تولي شركات يولي تشجيع على الاستثمار، تولي رجال اعمال تستثمر في الميدان الرياضي، هكاك تولي مصادر التمويل تكبر وتولي فما مشاريع وفما مداخيل ومرابيع. كانت هذه تشكيات الجمعيات، وفي نفس الوقت بعض الحلول المقترحة ورؤيتهم شوية لموضوع تمويل الجمعيات الرياضية المحترفة. ويلتحق بنا للحديث عن الموضوع هذايا بالذات سيد وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة سيد صابر بوعطية. مرحبا بك سيد الوزير. مرحبا بك ومرحبا بالحاضرين ومرحبا بالسادة المشاهدين الكل. شكرا على قبول الدعوة. بارك الله. معنا أيضا سي ماهر السنوسي نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، مشكور جدا سي ماهر على الحضور. شكرا لك بالاستضافة ومرحبا بكافة مشاهدي القناة الوطنية.
الوطنية الأولى. وبطبيعة قعدوا معنا الأيدي البريئة في رياض الجريدي مش عاود يضحك رئيس مستقبل جابس، وأيضا سي البوسيري بوجليل رئيس نجم المتلوي. البداية بشكون منك سيد الوزير تطرح الموضوع هذايا انطلاقا، وحرصنا على أن نطرحوه انطلاقا من كونستا عملتوه منذ توليكم مهامكم في وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، أنه مش ممكن أنه تتواصل التمويل الأكبر يصير والأساسي يكون من سلطة الإشراف. الناس كل تعلم أنه بعد الثورة أصبحت الجمعيات تقريبا قائمة أساسا على التمويل العمومي، لأنه برشا أطراف كانت تتمول في الجمعيات الرياضية، كان الإشهار، كان العديد من الأشياء الأخرى اللي تساهم في تمويل الجمعيات العمومية، الجمعيات الرياضية. بعد الثورة نقصت وقعدت الشارج الكل على الجامعة وعلى التمويل العمومي من بلديات ومن وزارة إشراف. الحمل أصبح أكبر من قبل، وتقريبا الجمعيات الرياضية أصبحت خاصة في الأقسام السفلى قائمة على التمويل العمومي فقط. سيد الوزير، ريتها هذه من الأولويات متاع الوزارة وقت اللي توليت مهامك؟ من الأولويات، خاصة أنه وقت اللي شفنا الميزانية نلقاو أنه عنا نقص كبير مقارنة بالسنة الفارطة بالنسبة لتمويل الجمعيات الرياضية. أولينا الموضوع اهتمام كبير وقعدنا نلوجوا على الحلول لتغطية النقص هذا. أكيد باش نحكيوا برشا على الحلول، خاطر احنا ماذا بينا ديما نكونوا بوزيتيف ونمشيوا للحلول، لكن باش نحكيوا على الصعوبات. قبل هنا سي ماهر، أيضا الجامعة هي الهيكل المشرف على كرة القدم التونسية، والجمعيات حطت ثقتها في الجامعة هذه وتنتظر منها الإعانة، وانتم من الناس اللي كنتوا معناها طلبتوا سلطة الإشراف بإعانة الجمعيات في وقت من الأوقات. ترى اللي القرار هذايا ولا الكونستا هذايا متاع اللي اليوم سلطة الإشراف ما عادش تنجم هي تمول بصفة أساسية معناها الجمعيات الرياضية جاي في وقته المحترفة، خلينا نقول. والله بالنسبة للقرار الظرف هذايا صعيب، والناس الكل تعرف مش حاجة جديدة. اليوم لابد للجمعيات، أنا نقول رب ضارة نافعة ساعة ساعة، لأنه فما زاد سوء تصرف كبير على مستوى الجمعيات في الموارد المالية نتاعها السنوات المتخلية. دونك ساعة ساعة دون لا بينوري تجي الأفكار. اليوم لا بينوري إيتافيغي واضحة للعيان، الظرف اقتصادي صعيب على الجمعية على الدولة الكل. دونك الجمعية باريكوشي اليوم كجامعة خذت نوع من الحلول، واللي نقول نعودها راهي الجامعة كي نرجعوا للوائح متاع الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجامعات ماهيش معناها اون سورس دو فينونسمون. احنا في تونس مع الاعفاءات اللي عملناهم للرابطه الثالثه اللي تكلفونا جي 600,000 دينار في السنه، الاعانات اللي قدمتها الجامعه للرابطه للهوات اللي تتجاوز 1,900,000، ما زدناه 3 مرات البيجي على السنه الفارطه، معناها بالنسبه للموسم 2012-2013 الجامعه تكون سيد تحملت معناها اعانات للهوات بما قيمته 1,900,000 دينار، كانوا 400,000 ولا 500,000 دينار الموسم اللي قبل، ولكن الموارد هذه ما تكفيش. علاش؟ كي تسمع لو مونتون توتال تقول حاجه كبيره، ولكن كي تشوف على الجمعيه معناها 4,000 5,000 دينار زايد على جمعيه، لانه نحكيو على 200 ولا 202 جمعيه هاويه. إذا معناها بالنسبة كي ناخذوها للجمعية حكاية فارغة، ولكن كي ناخذوها كأنفلوب كاملة بالنسبة للجامعة حمل كبير. اليوم الحلول تنحكيو على الحلول، هذايا لو كونستا. سي ماهر، أنت تحدثت على الجامعة مش من المفروض أنها تكون مصدر لتمويل الجمعيات، لكن الجامعة من المفروض أنها تكون يعني هيكل نتاع رقابة على تصرف الجمعيات، وهذا معمول به في فرنسا. يعني فما هيكل، فما الإدارة الوطنية لمراقبة إدارة الجمعيات، سي سا معناها اللي هي ديريكسيون جينيرال دو كونترول دو جيستيون دي كلوب بروفيسيونيل، واللي هي مقسمة على لجنة مراقبة الجمعيات المحترفة، على اللجنة الفيدرالية لمراقبة الجمعيات، وعلى لجنة الاستئناف للزوز الليجين هذوما. يعني احنا ما عندناش الشيء هذا، وممكن هذا اللي زاد أزم وعمق يعني الصعوبات المالية بالنسبة للجمعيات. هو في النص موجودة في النصوص التونسية، لكن كهيكل مش موجود. كهيكل مش موجود مطلقا، معناه أحدث بمقتضى النص، والنص معناه قعد بدون تفعيل. صحيح اليوم الحلول المقترحة وباش نجيوها، خاطر كي باش تقول تمويل، التمويل شنو؟ معناه يفترض فما منتوج باش تمول، خاطر هنا نبعدوا على لو ميسينا، استنسنا الرياضة نتاعنا قايمة على الدعم والهيبات. اما المفهوم التمويل، لانه كي تمول يفترض انه فما مشروع، وكي المشروع باش تمول يفترض عنده شروط نتاعو، من تجهيزات، من هيكل، من جمعية، من أموال، من أجهزة مراقبة. احنا هذا كل هذه معناها التفكير فيه معناها لازم يكون جدي، لأنه ما نخلطوا للمراقبة
لما نحطوا هيكل كامل. شو معنى هيك؟ لما تكون جمعية عندها غوقعة قانون في تعسير إدارة الجمعيات لابد من قانون جديد على الجمعيات. باش نوصلوا للقوانين، باش نوصلوا للحلول، باش نخلطوا هو جزء واضح. لا يتجزأ من الموضوع. علاش جبت لك على المراقبة؟ خاطر تو سي بوصيري وسي رياض الجريدي أكيد عندهم رأيهم في الموضوع. جبت على المراقبة لأنه سي البوصيري يعني برشا جمعيات وحتى الجمعيات الصغيرة، ويخصك أيضا الأمر سي رياض بما أنكم تنتميوا لزوز رابطات محترفة الأولى والثانية، يعني مصاريفها أكثر من مداخيلها وميزانيتها. يعني الجمعيات فما سوء إدارة داخل الجمعيات في الموارد المالية المتوفرة لديها، وهذا اللي أزم وعمق الأزمة. عشتها أنت سي البوصيري مثلا على مستوى نجم المتلوي؟ لا الحمد لله، يمكن استثناء هو سواف. أنا في 3 سنوات الأخيرة في السي والبي والآ عشت معناها المختلف الأقسام ربما، ولكن بالنسبة لجمعيتنا نحن نجم المتلوي كنا نعملوا بيجي بريفيزيونيل أون ريسبكت، نعرفوا مداخيلنا، نعرفوا، لكن سي با لو كا بور الكلوب الكل. داير حتى لكن بالنسبه لمصاريفكم ماهيش كيما في السي، ماهيش كيما في الرابطه المحترفه الثانيه، ماهيش كيما توا في الرابطه المحترفه الاولى. اكيد التزاماتكم اكبر، تلبيه الحاجيات كبرت، والاهداف ايضا كبرت، الطموحات بيان سور. وتو سا معناها البيجي يكبر مع طموحاتنا، لكن ديما قداش البيجي نتاعكم السنه؟ البيجي نتاعنا نعطيك من السي كنا في 400 350 400، 1 مليار في البي، 1 مليار 400 1 مليار 500 في الا. مي سي تان بيجي كي ني با معناها جست يظهر لي اقل بيجي في الجمعيات الرياضيه في الا معناها. لكن ثم ما نحبش نتكلم على روحي كنجم تلوي، نتكلموا على الجمعيات. اجي نحكيو على الفريق الاول نتاعك، قداش يستقطب لك من الميزانيه؟ الفريق الاول، الفريق الاول تقريبا هو 70% اذا كان اقل شيء 70% من الميزانيه. فوالا، وهذا المشكل اللي باش نحكيو عليه اكيد باكثر عمق، وسي سيد الوزير عنده عليها اكيد معلومات. قبل سي رياض الجريدي، انتم توا رئيس مستقبل جيبس، انتم وصلتوا لمرحله حاسمه في الموسم، تلعبوا على تتويج اللي هو الصعود للرابطه المحترفه الاولى، كثره المصاريف اكيد، كثره الطلبات، كثره البريمات في الماتشوات، واكيد انت من الجمعيات اللي عملت حتى مراسلات للمطالبه بدعم الوزاره، وحتى تحدثتوا على بيتر عدم وصلت المشوار كان ما يوصلش الدعم هذايا لضعف الامكانيات. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح، بعثنا مراسلات للوزاره وللرابطه. شوف انا ترونش في الاخره ما زالت ما وصلتناش. دونك احنا في تكلمنا مع السيد الوزير المره اللي فاتت، قلنا في فان مارس دوبي افريل باش توصلنا الترونش. فما ناس كملت السيزون تاعها في الرابطه الثانيه. اخذت ديزونجاجمون مع ملعبي، عطيتهم شيكات عملت زونكاجمون كبيره فيها الحكايه. دونك خفنا قلنا باش نكملوا لي سانك ماتش اللي مازالوا في الروتور، ما الفلوس ما عادش باش توصلنا. علاش؟ على خاطر فما جمعيات باش تعمل الجلسه العامه تاعها الانتخابيه، فما رؤساء باش تخرج، فما رؤساء مسيبه شيكاتها راهنه متسلفه. دونك باش يبقى في الكونفلي هو والرئيس اللي باش يجي من بعده في المداخيل هذه. معناها اليوم ولا يتترحل المشكله نتاع تضمين نفسي قبل ما نخرج زاده في الظروف الحاليه، نعطي فلوس اللي هما نتاعي بيرسونيل، ما ينجمش يكون تمويل جمعيه في الرابطه الاولى شخصي. بيان سور لا يكون شخصي، فما مونطو معين زاده، ما ينجمش هو يمول 50% ولا 40% من. نحكيو على التمويل الكلي، ما نحكيوش على معاونه اللي يحبها كمحب. باش نحكوا احنا مستقبل جابز مثال تمويل شخصي 20-25% بالمونطو كامل. الجامعه انا وهذا غير عادي في رابطه محترفه. احنا في جابس ما عندناش شكون يمول، احنا مشكورين فما عائله معينه عاونتنا في البلاي اوف في الترونسبور وفي ليبرجمون وسي شير سي كوتو. احنا كل ديبلاسمون نخسروا او موان 10000 دينار ما بين الترونسبور وليبرجمون، ونخلصوا التيران زاده. في قفصه احنا اون باي 1000 دينار شاك ماتش. وعملنا مراسلة للوزارة ما جاوبوناش ديجا على هالحكاية. جاوبوا بالتصويت. لا و 300 دينار شك 150 دينار شك سيونس. انا وقت الاخرين لهم الترونش الاولى وسرعنا فيها، دوما جيت حاولت باش نسرع وسرعنا في عملية الترونش الاولى. احنا خذينا الترونش الاولى ديريكتومون، بعثنا في الترونش الثانية ووريتك طلب الدعم بالنسبة للجمعيات هذه. الترونش الثانية اللي عندنا للجمعيات نتاعكم، أما عندنا ترونش ثانية خاصة بالجمعيات أخرى اللي هي الجمعيات اللي ما خذتش اليوم حتى فرنك. الجمعيات الرابطة النسائية، فما الرابطة النسائية وكذلك جمعيات الفوتسال.
اليوم كذلك يلزمها تاخذ فلوس. احنا ما ديريكتومون تعدينا وطلبنا الترونش الثانيه بالنسبه للجمعيات هذوما، اما ما قلناش، قلنا احنا باش نسعوا ان نسرعوا في الترونش الثانيه، ما قلناش راهو دفاع افريل باش نعطيه، باش نكونوا واضحين. به الحلول، الحل الثاني اللي مشينا فيه واللي اليوم معناها كنا كان عندنا اجتماع مع السيد البي دي جي نتاع البروموسبور للتسريع وفي الاتفاق اللي صار عملناه مع الجامعه التونسيه لكره القدم مع وزاره الاشراف واللي وافقت عليه مجلس وزاري كذلك في كل 15 مليار اللي عملناه والتعطات واللي تعطى في بدايه كل سنه رياضيه. 6 مليارات تقريبا تتعطى للجامعه و9 مليارات تتعطى للوزاره لتفرقتها على الجمعيات الرياضيه الكل. احنا اليوم طلبنا بصفه استثنائيه انه اوموا نسرعوا في النصف نتاع 9 مليارات هذوك باش يقع توزيعهم على الجمعيات الكل، ومجلس البروموسبور باش يجتمع، مجلس الاداره باش يجتمع لو 25 باش يقرر القرار هذايا، وان شاء الله لو 25 في شهر ابريل، شهر ابريل، وبعد القرار هذايا ان شاء الله نمروا الى المرحله الثانيه، وان شاء الله في اقرب فرصه نصور من هنا لشهر توصل الفلوس للجمعيات الكل. سيد الوزير، معناها نفهم من كلامك اللي انت تعول برشا على البروموسبور وكاينك معناها ترى اللي عنده دور كبير في تمويل جمعيات المحترفه. البروموسبور تقريبا هو اصبح الرافد الكبير لوزاره الاشراف ولميزانيه الدوله في تمويل الجمعيات الرياضيه. نحب نعطي شيفر انه الصندوق الوطني للنهوض بالشباب والرياضه تقريبا في حدود 13 مليار ونص اعطى لتمويل الجمعيات الرياضيه. نحب نعطي شيفر اخر انه 70% من المبلغ هذا تمشي للرابطه الاولى والرابطه الثانيه، و30% تمشي لبقيه الجمعيات على مستوى الجمهوريه ككل. جمعيات معناها في الفوتبول وغير الفوتبول، باش نوريك حجم الدعم اللي تتلقاه الرابطه الاولى والرابطه الثانيه. وهذا شيء طبيعي وفقا للالتزامات للوزاره السابقه والتزامات وقت اللي دخلت نلقى نصفها فقط على مستوى الميزانيه موجود، النصف الثاني غير متوفر، وهذا اللي سعينا له باش نسرعوا على مستوى البروموسبور باش نقدموا الترانش ما تتعطاش في بدايه السنه الرياضيه الجايه، تتعطى السنه أموا نصفها والنصف الثاني تعطى باش نحيوا العبء اللي شاعرين به واللي قاعدة تتحمله الجمعيات واللي هي في وضع الناس كل تقر بكونه صعب وصعب جدا، الناس كل تتظافر جامعة ووزارة لتسهيل العملية ولتقديم الدعم هذايا للجمعيات. هو سي صابر بعطاي صحيح كلامك هو شيء طبيعي حكم التزامات السابقة والشيء اللي تعودنا به في البطولة الوطنية المحترفة الأولى والثانية، لكن مش طبيعي بالنسبة للاحتراف وبطولة المحترفة. وهنا سي ماهر السنوسي نحب نسألك، اسكو تسرعنا في تجربة الاحتراف من غير ما حضرنا لها المقاومات نتاعها؟ ثم نوع من التسرع لانه بدينا انطلقنا عام 94 ودخلنا بسوليسيون معناها جات انترميديير، لا هو احتراف ولا هوايه، بدينا باللا هوايه، معناها المنطلق كان فيه مجهود، معناها مش بشكك في الناس عملت مجهود في سن القوانين، بالعكس معناها كانت هناك قوانين، كان هناك اجتهاد، ولكن ثم نوع من التسرع في عمليه الاحتراف لانه الجمعيات نتاعنا غير مهيئه، لا من حيث التنظيم ولا من حيث التشريعات، معناها جات حاجه باراشوتي ولا من حيث التجهيزات، ما خيبها الكلمه، ان بروفيسيوناليزم بتاخ، ماهوش ما عندوش باز، لقينا رواحنا يلزمك تعمل عقود ويلزمك تخلص الاداءات ويلزمك تخلص وتعمل روتوني على سورس، وتجي تشوف اليوم الجمعيات حتى حد يعمل في هذه اليوم، فما مبالغ ماليه طايله تصرف للملاعبيه والدوله ماهيش تاخذ في الملاعب نتاعها. انا هنا خاطر المنظومه الكل لازم تحسن، لازم كل واحد ياخذ حقه، لانه حتى الدوله يلزمها على المبالغ هذه تكون، لانه الدوله هي اللي تمول في الرياضه اليوم، دونك على هكا اليوم نتصور معناها كما قال توا سي صابر السته ملايين اللي باش تجينا دينار باش نوزعوا احنا على المستوى النظري. قلت له نقولوا احتراف، ما عادش نحكيو على تمويل عمومي بتاتا، الوضع اللي احنا فيه اصبح قائم التمويل العمومي، الجمعيات قائمه على التمويل العمومي فقط وعلى بعض العيبات يتنافى مع اونيفو مع المفاهيم مفهوم الاحتراف. وقت نقولوا احتراف نقولوا تجاره، نقولوا انفستيسمون، نقولوا كذا، ما عادش نحكيوا على تمويل عمومي. باش نوصلوا اسكو احنا استعدينا لهذا واعطينا مقومات للجمعيات باش تحضر هالاحتراف ولا هالتجربه التجاريه ولا ادخال بعض المشاريع التجاريه؟ سي بوسايري عندك ما تعاقب. شو فعلا هو كما قال السيد الوزير، وقت نقولوا احتراف ثم ان برودوي ا فوندر، ان برودوي ا فوندر، لو سبيكتاكل، لي ستاد، سي تري امبورتون.
وقت نتكلموا احنا ديما تقريبا ديزاني احنا نتكلموا على الاحتراف ومشاكل حتى هذا التمويل راهو حتى قبل الثوره تو ظروف صعيبه سي فري حتى قبل الثوره كانت مشاكل كبيره في الجمعيات لكن نقول دو كيستيون اللي هما فو بوزي مانتنون اولا كومون سوفي الفوت التونيزيان تو احنا في في, في مازر كيفاش ننقذوه الفوت التونيزيان هذه كما ما عندنا حتى حل في الظروف الصعيبه هذه كان الدوله لانه مش غدوه ما نجموش غدوه ولا دوزيام كيستيون كومون اكرواتر لا كومبيتيفيتي دو فوتبول تونيزيان تنافسيه تنافسيه الكره القدم التونسيه لانه فان كونت لو جعلت التنافسيه هوريزمون بور نو 4 ولا 5 كلوب سون لا في الكومبيتيفيتي مي لو زوتر سون اور سيجي هنا يطرح موضوع اسكو بطولتنا تحتمل 16 فريق في الرابطه المحترفه الاولى تنرجعوا له بتيتر مع سي ماهر السنوسي شويه اخر خاطر داخل ايضا في الاحتراف ومنظومه الاحتراف اسكو ب 16 جمعيه نجموا نحكيوا على احتراف مع التفاوت في الميزانيه ما بين الجمعيات اللي اونتر جيمين نسميوهم كبار لانهم كبار عبر الميزانيه نتاعهم الكبيره بارابور الاخرين والجمعيات اللي ميزانيتهم ما تجيش في حق ملاعبي ولهنا سي رياض الجريدي حمس لك على النقطه هذه بالذات الجمعيات بنفسها ما تراش اللي عندها اشكال في التصرف في الاجور الملاعبيه يعني معظم كان يحكي سي بوسيرق 70% ماشيه للفريق الاول ومعظم الجمعيات فونكسيون دو لا ميم مانيير يعني اجور كبيره للملاعبيه انتدابات غير مدروسه انتدابات باسوام كبيره شارج نتاع الاطر الفنيه كبيره وكل شيء يمشي لفريق الاكابر. صحيح. هو الجمهور شنو اللي طالبه؟ ولكن انا الفريق الاكابر هو السينيور عندي انا سي بلوز امبورتون كو ليسبوار ولا دونك الرئيس اللي اوبليجي ساعات بارفوا باش ينتدب انتدابات كبيره في الجمعيه تاع بوفير لو مانتيان ديجا ما نحكوش احنا على على الفرق ما تنافسوش معاه والفلو ما انتي حتى ولا راك تشوف انا في الاجور بتاع اللاعبين الكل ما بين 50 70 الف الا 80 الف ساعات الرئيس اللي اوبليجي يدو سيني لي شيك يقول لك يا خويا انا تندبر راسي من بعد تنشوف شنو نعمل وفي الاخر العام هذا راح واحد وحاصل وحصلنا وحصلت انا بالذات ديجا قبل في الحكايه تلقى شكون خلي لك ديجا اردوازا وتزيد انت تخلي الاردوازا اللي من بعد تزيد تخلي الاردوازا اوبليجي سي اوبليغاتوار واضح الامكانيات والحلول اكيد حلينا باب الصعوبات وجينا عليه تو باش نشوفوا امكانيات تحويل الجمعيات الى مؤسسات ممكنه والا لا وعلى او على الاقل تمكينها من انشطه تجاريه وقت اللي تنشط في نظام غير الهوايه شوفوا طموحات الترجي الرياضي التونسي جمعيه اللي عندها اكبر ميزانيه في مشروع الترجي مؤسسه 2019 ونرجع نحكيوا على لي بوسيبيليتي نتاع تحقيق الهدف هذا بعد قرار الاحتراف اتضح لي الجمعيات اللاعبين محترفين والتسيير بصفة عامة أني هاوي نعرف أنه الاستراتيجية هذه يلزمها حيز زمني الحيز الزمني هذه يتحقق يعني على مدى قصير ولا مدى متوسط ولا مدى بعيد باش تبعث فكرة نتاع شركة تجارية في صلب نادي اعتقادي هو كونه يعني ما ينجمش يكون لا مدى قصير لا مدى طويل جدا هو مدى لخيان في الترجي قاموا بالعمل هذايا مشكورين منذ مدة من الزمن وإن شاء الله بدأت السنة التركيز متاعو والتركيز هذايا والعمل به هو مثل التجريب والتجربة حتى من هنا 2019 المناسبة العزيزة على الترجي اللي هي المئوية متاع الانبعاثة إن شاء الله يكون مركز هل البرنامج هذايا نهائيا وأخيرا من ديسمبر 2010 قمنا في الترجي بالتفكير العميق بعث مشروع رياضي واقتصادي ومالي ومؤسساتي سميناه ترجي أفاق 2019 لا يمكن أن تبنى فرق كبرى على أشخاص مهما كان يعني المساهمة متاعهم
وحتى تكون مساهمتهم معناها خفيفة عليهم وطن، يعني زي تكون المؤسسة اللي هي اسم مؤسسة التربوية والرياضية والاقتصادية الترجي يزمها تكون مستقلة على الأشخاص. نادي الترجي مش يبقى نادي ملك منخرطي، لكن كمشروع النادي يحاط بوحدات اقتصادية على ملكه، يعني بصورة واضحة الترجي عنده نزل، عنده ترجي ستار، عنده غدو مؤسسات أخرى تكون مؤسسات 100% على ملك الترجي، لكن المؤسسات هذه اللي تحيط حوله تكون مدارة بطريقة مهنية احترافية، أهدافها هو أنه أعطى تدفقات مالية لكاش فلو للترجي حتى يمول استراتيجية رياضية نتاعه. في نطاق هذا قول قائل ملا هاو القوانين المتواجدة توا تعطلنا، الحقيقة إيه ولا احنا ما كانت بدت القوانين احنا راغبين فيها، كان ما تبدلش باش نواصل. فكرة انه تحويل الشركات المؤسسات الرياضية الى شركات، والله الحقيقة فيها وعليها. هنقول لك علاش فيها وعليها. ناخو نادي الترجي الرياضي التونسي، اذا كان عنده اموال ويكون نادي ولا شركة نفس الشيء. خاطرك تصور ان الترجي يتحول الى شركة وما عندوش اموال، فالعملية تصعب لأنه يصبح شركة تجارية مفلسة، وبالتالي العملية قد تتضاعف وتتخاطر. وأعتقد السيد الوزير الحالي له من الشجاعة والكفاءة باش يخرج قرار ونلخص الكل في كلمة واحدة. سيد الوزير لو كان يسمع فيها نقول له أعطي إلى كل الجمعيات الحق في امتلاك أصول، وكل أصول هذيك تبنى عليها الشركات، وهوني تقدر تتدين لأنه عندما عندك أصل عندك ما ترهن باش نجم تبني وتعمل وحدات اقتصادية لديمومة المؤسسات. سيد الوزير موجود ويسمع فيك افكتيف ماسي عبسة ترمى بخطوه بشي جاوبك تدسويت. سيد الوزير أعطي للجمعيات الحق في امتلاك وصول. نحب نقول حاجة قبل الكلام اللي قاله سي مبخوت، أنه القانون الحالي لا يمنع ممارسة التجارة على الجمعيات الرياضية لكن في أطر معينة، وهذاك علاش الترجي الرياضي وغير الترجي الرياضي نلقاو عندها وتلة ونلقاو واحد. فما خطأ شائع أن القانون 1995 يمنع ممارسة النشاط الرياضي في الجمعيات الرياضية، لا، فما حاجة وحيدة ممكن يفهموها الفنيين هو عدم تفريق لديفيدون فقط. ذاك علاش الجمعيات الكبيره قاعده تمارس في التجاره، ترجي ستور في الليتوال في الكلوب في غيره. لكن السؤال المطروح سيد الوزير، لا يمنع القانون الحالي لا يمنع على الجمعيات، وهو المثال بتاع ترجي مثال حي قدامنا، وتمارس في التجاره شركات أطور نتاع الجمعيه وتمارس في التجاره لكن تدخل في فلوس والا لا كافيه. هذا ماهوش تري ايفيدون مهرس نوسيا على حسب ليزيكو من الترجي الرياضي التونسي، حتى البوتيك، حتى يعني لوتيل نتاع الترجي ونعرف اللي صايرين عليه برشا اشكاليات، حتى التلفزه اللي هي في نهايه الامر ماهيش تلفزه حقيقيه لكن هي توقيت في تلفزه اخرى خاصه، وما فماش حتى حقوق بث. الترجي الرياضي التونسي ما عندهاش حقوق التصوير والبث، يعني اون كيلكو سورت الترجي الرياضي التونسي قاعد تمارس في نشاط موازي، بث موازي، صحيح ولا لا؟ وماهوش يدخل لها في برشا فلوس نتصور. والله هنا نجي نقول لك نحكي وبكل صدق لازم يتحل الملف نتاع مصادر التمويل. في العالم اجمع نشوفوا العالم اللي لازمنا نستنسخوا عليهم، نشوفوا اوروبا مثلا، ناخذوا فرنسا لوكا نتاع فرنسا اللي هي 5 ولا 6 شامبيونا اوروبيان، معناها ماهوش انجلترا ولا اسبانيا. تشوف المصادر التمويل تلقاهم واضحين. مصادر التمويل اساسا حقوق البث التلفزي 54%، اثنين الإشهار والاستشهار 14%. نشوفوا احنا تونس لي دغوا تي في في تونس، كي نشوفوا الجمعية تقول الترجي الرياضي مثلا ولا النادي الافريقي البيجي نتاعهم 15 ولا 16 مليون دينار، ياخذوا 150 ألف دينار. رقم معناها حب نعطي مواصلة كلام سي ماهر، عائدات البث التلفزي في البطولات الأوروبية 57% من ميزانية الجمعيات، في تونس تعرفوا قديه؟ 5%. هنا السؤال المطروح سي رياض الجليد، ترجي ونادي افريقيا في المعدل، نحكيه في المعدل بالنسبة للجمعيات الكل المعدل ايه؟ 5%. سيد الوزير وسي ماهر وأيضا سي البوسيري بوجلال وأكيد رياض الجليدي معنيين بالموضوع هذايا، اسكو تراو اللي اليوم يلزم فتح بث مباريات تونس على القنوات الأجنبية لابيل دوفر أيضا بتاتر معناها فيها أكثر؟ هو أنا نقوله بكل صدق في جانب سياسي في الموضوع، لأنه اليوم فتح على بالحق معناها اسكو اليوم أوني بري أسوفرير معناها البرة وتبيع البرة والقناة الوطنية تنجم ما تعديش، وكرة قدم كون لو فيو با سي تام
برودوي دو ماس معناها موجه للشعب. معناها كان الشعب اليوم باش نحرموه باش يتفرج في كره القدم شنو اللي قاعد له؟ ما عندناش سينما وما عندناش تياتر وما عندناش كوره تولي ياسر عليه، فهمت؟ دونك معناها سي فري، معناها قرار ما نتصورش انا الدوله تنجم تتخلى على كره القدم اللي يقعد كون في وبا الرياضه الشعبيه الاولى. لكن ما نجموش نطيبوا زاده التلفزه الوطنيه باش تكون مساهمتها في البطوله الوطنيه بنسبه 57% كما فرنسا. زاده مشكلتنا ظروفنا الاقتصاديه احنا مش زادين في فرنسا. انا نشوف ناقصنا في تونس لا كوريلاسيون بونت لو برودوي وال وال والكو والثمن اللي تدفعوا للبرودوي. البرودوي نتاعنا ضعيف، كره ضعيفه، مدارج فارغه، ملاعب في حاله رثه. دونك يلزم راهو باش نوصلوا مصادر تمويل، علاش قلنا راهو باش نوصلوا لكره القدم التونسيه تكون عندها مصادر تمويل جديه وتخلي الجمعيات ما تعيش الضايقه هذه، لابد باش نبداو الساس. الساس باش نحكيو عليه، الساس هو بوتيتر اطار قانوني سي بوسيري بوجلي. في نفس الاطار نحب نواصل كلام سي ماهر لاننا نتكاملوا برشا احنا اصدقاء من قبل ونتكاملوا في الاطار هذا. وزوجة رجال القانون ايضا. هل الاستاد نتاعنا قادرين باش نصوروا فيهم مقابلات تسوق حتى لشركات اجنبيه تنجم تدخل تونس؟ غير قادرين. عندنا ثلاثة ولا أربعة استادات نجم نحطوا فيهم تسعة ولا 12 كاميرا فقط. بالنسبة للاستاد الاخرين ما نجموش. دونك حتى البرودوي اللي باش نبيعوه للخارج منتوج ضعيف ضعيف وضعيف. وهنا حتى في البطولات الاوروبيه سيد الوزير وماهر ايضا وسي بوسيري وسيريات، حتى في البطولات الاوروبيه معناها فما لامبليكاسيون تاع البلديات في التجهيزات على الاقل. قداش بلديات؟ 1% فرنسا. شوف لي كوليكتيفيتي لوكال معناها لابور نتاعهم في السبور بروفيسيونيل، ما نحكيش اماتور. في التجهيزات ماهر. لا نحكي معناها نحكي التجهيزات تو حكايه سيد الوزير على التجهيزات. التجهيزات هذيك الدوله مسؤوليه الدوله. الدوله مسؤوليه الدوله هذه معناها انت حكيت سيد الوزير على هذه مسؤوليه الدوله. ما فيهاش الكلام الاسلام. اما مش جاوبني بعد خاطر نحب نعطي الكلمه لسي بوسيري بوجلي. سامحني سيد الوزير. هو لي زيدي سون لا لا فرانس فرنسا هي اقرب منك في النموذج. ولو انه نموذج زاد الجزائر والمغرب زاد ومصر زاد واللي وصلوه في التجربه الاحترافي ينجموا يكونوا اقرب. وقت نقولوا في الدروا تي في 57% نحلوه شوي اون اناليز كما كان يحكي السيد وزير تو. وكما ونشاط راهو الاخ نتاع الراجل الرياضي وقت اللي يقول القوانين نخلوا الجمعيات تاخذ تشري ستاد، نقول بتاتر ما نمشوش تشري ستاد، لوكاسيون دي ستاد. لانه اذا كان الدروا تي في يقوى باش الدروا باش يقوى وقت اللي تبدا الفرجه باهيه، لانه سي 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 هي سبيكتاكل. وقت اللي تبدا الناس تمشي العائلات تمشي للستاد وتخلص والفطور والمقهى يشوف الفوتبول في ليستوار دي فوتبول، شوف لي ميزي حركيه كامله. راهو هذا وهذاك علاش احنا نخطو لو كان توا نحلوا ملف كيما هذا. قبل ما نخلطوا لهذا سي البوسيري، سي رياض جريدي، عندنا الاطار القانوني باش نحطوا هذايا تغيير القانون الاساسي عدد 11 لسنه 1995 مؤرخ في 6 فيفري 1995 متعلق بتمويل الجمعيات الرياضيه. لليوم مازلنا نحكيوا على تغييره، برشا مقترحات صدرت في الشان هذايا. تعرف سي ماهر السنوسي بالكدا وسيد الوزير لقيت حتى مقترح من الوزير المتخلي سيد طارق ذياب، لكن لليوم ما صار حتى شيء في تغيير القوانين. لازم نغيروا شيء توا. احنا الساس ما عندناش نبدو عليه باش نبنوا عليه باش نغيروا قوانين وباش نحسنوا وباش نسوقوا كرتنا لبرا، فما حد شيء ما عندنا شيء واقفين معناها نقعد واقفين ما لازم نقدم. لكن نشوفكم القضيه فماش لا اذا القضيه زمن بنوها الارضيه ما نجمش يكون الاطار القانوني هو اول حاجه للارضيه رجاله القانون سيد الوزير وماهر. اول حاجه هو تغيير القوانين. نحب نقول انه منذ سنه 1998 فما ميموار تعملت في الاناء على قانون 1995 واللي قال الشخص هذا اللي عمل الميموار هذه قال راهو قانون 1995 تجاوزته الاحداث وغير قادر على تنظيم الرياضه التونسيه. اليوم اصبح ضروره، فما بالك من عام 98 لليوم اصبح ضروره تغيير قانون 1995. اليوم باش نبدا نحكي في العالم نحكيه على تغيير منظومه كامله. علاش بك حتى تجهيز المنظومه؟ باش نحطوا الاطار القانوني على الاقل اللي تنجم تحط عليه. الاطار القانوني يجب تغييره. شكون باش يغير؟ باش يغير باش تغيروا الوزاره. باش تبداوا انتم على العمل على شيء هذا سيد الوزير. المقرر أيوة. حطان اللجنه تحطت اللي باش تعاود القانون هذا. شكون فيها؟ فيها بحذانا سي ماهر السنوسي رئيس خطفك على الطاير. اي لا لا فما الرئيس سي سيد احمد الورفلي
مستشار سيد رئيس الجمهورية واللي هو معروف يكتب في القوانين الرياضية وشخصية قانونية محترمة ومعروفة جدا. سي ماهر سنوسي، فما مكرم شوشان اللي هو المقرر متاع اللجنة اللي هو ممثل عن الوزارة، فما سي طارق العلايمي، فما سي فتحي المولدي، فما شخصية أخرى أيضا ممثل عن اللجنة الأولمبية. سمير سنوسي ممثل على الجامعة التونسية لكرة القدم. قداش نجم ياخذ مراجعة القوانين هذه وإرساء قوانين جديدة لتكون إطار لإرساء شركات ولا حتى على الأقل نشاط تجاري داخل الجمعيات؟ كوميتي دو بيلوتاج تنجم تعمل بعدها أشياء أخرى وتنجم تعاون معها بعض الشخصيات وبعض ليزكسبير أيضا اللي نجم يعاونوها في العمل متاعها. والعمل متاعها مش باش تركز على قانون 1995 فقط، بل قانون 1994 أيضا اللي هو من القوانين الهامة واللي لازم تنقيح، خاصة الفصول المتعلقة بالعنف، الفصول المتعلقة بالرشوة، إذا إلى جانب بعض القوانين الأخرى المتعلقة كذلك حتى بالودادية، الودادية متاع وتعاونية الرياضيين، فأمر يلزمنا نحضروه. فما بعض التنقيحات اللي وقت اللي قريت القانون هذايا دونك باش يقع عمل على اعاده المنظومه نتاع الرياضه واعاده المنظومه القانونيه المنظمه للرياضه. قداش تاخذ هذايا سي ماهر سنوسي؟ باقتراح مادام سي صابر هنا سي فري تو الاطار التشريعي يتغير، ولكن ماذا بيه معناها شفت انا تجربه نتاع المغرب مثلا بداوا بعدنا ياسر من الاحتراف عملوا سكون ابل لو بنش ماركينغ. شنو البنش ماركينغ هذا؟ تجي تعمل مقارنه مرجعي تقول شنو اللي عندي، تعمل ليتا دي ليو نتاعك شنو اللي عندي وشنو اللي يلزم عندي. كان نعملوا معناها يلزم معناها الاطار التشريعي يقعد هام، ولكن يلزمنا نعرفوا بالضبط شنو اللي عندنا. انا تا دي ليو انا تا دي ليو توتال وشنو اللي يلزم، خاطر باش تقول شنو اللي يلزم معناها شنو الاهداف نتاعك على مستوى الميزانيه، على مستوى اللي يلزمها تترصد، على مستوى الاطار التشريعي. يظهر لي هنا اقتراح على المباشر لو بنش ماركينغ بوتيتر اون ايدي معناها اسونسيال باش تعمل معناها نظره مرجعيه كامله لقطاع الرياضه بصفه عامه، وانا نحكي بكره القدم ما عنديش صفه باش نحكي بالرياضه. وهذا اللي بدينا به قبل اللجنه القانونيه خليتها اخر حاجه. ما تخلي باش تخلي خلينا شويه اللي بدينا فيه عملنا كوميتي دو بيلوتاج، وغدوه سيقع الاعلان في ندوه المندوبين على انطلاق اعمال لي زيتا جينيرو دي سبور. تقول لنا لي زيتا جينيرو دي سبور شنو هذايا مهامهم بالضبط شويه اخر، خاطرش نستقبلوا توا في المباشر سي عادل الدعداع رئيس النادي الرياضي بحمام نلفا اللي طلب التدخل معنا عبر الهاتف. سي عادل، سي عادل قص التليفون، نعاودوا نتصلوا بسي عادل الدعداع. نكمل سيد الوزير. لي زيتا جينيرو دي سبور تحضير الاستراتيجيه في المجال الرياضي اللي حكى عليها ايضا الخدمه نتاعهم اللي حكى عليها سي ماهر. هي لي زيتا دي ليو يمشي يعاينوا ويشوفوا مش نقترحوا ومش يعطيوا التصورات نتاعهم للجنه القانونيه الممثله في المجموعه اللي كنت نحكي عليها بكري واللي هي مش تحط الاطار العام التشريعي. دونك العمل مش يكون موازي معناها موازي الى جانب هناك القوانين يخدموا على لي زيتا جينيرو دي سبور. وعندنا لجنه اخرى في اصلاح منظومه التربيه البدنيه ايضا اللي هي اكبر منظومه مختله، رانا نحكيو على الرياضه ماناش نحكيو على التربيه البدنيه. وزاره نخصوا لها ايميسيون خاصه بها. اليوم حبينا ولا كرهنا الرياضه المدرسيه ساهمت في وصول العديد من الرياضيين الى مراتب عليا واعطتنا العديد من الرياضيين البعض منهم اولمبيين اليوم. قاعده تنتظر الرياضه المدرسيه والرياضه الجامعيه ايضا واللي هما خاصه على مستوى الرياضه النسائيه وبعض الرياضات. الرافد الوحيد اليوم مازال باقي لبعض الرياضات اللي مازالت قائمه بالرياضه العسكريه وبالرياضه المدرسيه. واضح سي بوسيري بوجلال، نجموش نشاركوا في الاطار هذايا رجالات اقتصاد وديزيكسبير اللي نجموا يعملوا ان برين ستورمينغ دو تيل مانيير اللي يخموا ايضا في الحلول، خاطر فما ناس ديزيكسبير في الاقتصاد مش ضروره موجودين داخل الجمعيات، نجموا يعملوا ان برين ستورمينغ كيفاش ترانسفورمي الجمعيات هذوما المؤسسات بحلول بسيطه وتحضير الارضيه. نمشي معك اكثر مدام لانه في الديفلوبمون اترافير لي زكتيفيتي الكلهم وكان نرجعوا نبقوا في السبور برك معناها كما كان يحكي سي ماهر لو بنش ماركين سي اون سوليسيون ادوبتي دون توت لي دومين. الميادين الكل موجود فيها البنش ماركين نشوفوا العباد اش تعمل لانه اش يقول لوم لو بليز انتيليجون معناها اكسبلويت معناها بروفيت دو ليكسبيريونس دي زوتر يقتدي بتجارب الاخرين. ونمشي معك اكثر من هذا. انا نقول اذا ما نعملوش نعملوا لجنه ولو كلمه لجنه الناس ما تحبهاش، لكن الوزير الشباب والرياضه ولا الوزير الاول كما عملت فرنسا مع ايريك بيسون كلفوا ان سوسيولوج باش عمل معناه وعمل سيس موا خذاها تقريبا خذاها في ابريل
كملها في ديسمبر 6 موا عمل ان دوكيمون دايور جيلي ان 2008 وقت خذا فيه كل شيء معناها الانفراستركتور دروا تي في البي تري سبونسور لو سيفونسيون الكل خذا ونجحوا ني با دي ريزون ديما نقول راه ما ثمش حاجه صعيبه انت بتات تقولوا حديث حديث انا نعتبر ديما سنغافوره البدايه صعيبه ممكن لكن مثالش نقعدوا في تونس مانسي البوصيري على خاطر ما عندنا برشا ترقي عليها سنغافوره ان 1960 كانت بلاد رئيسها بنفسه يتكلم عليها شوفوا كيفاش معناها حاله في 40 ans 30 ans سنغافوره فات العباد الكل ما ثم حد شيء صعيب نجموا نخدموا على قاعده صحيحه ونجموا نصلحوا كل سريع الجريدي تعزيز الاشهار والاستشهار في تمويل الجمعيات المحترفه من خلال ايضا اطار قانوني وايضا تحديد العلاقات بين مختلف الاطراف اليوم الاشهار والاستشهار قاعد معناها مهمش شويه فماشي ترشي انت اللي فما اكثر حلول باش تكون معاملاتكم مع المستشارين اكثر تنظيم في اطار قانوني ايضا والله احنا هو المعاملات هذه جام همشه اون جينيرال هو فما اجون دو بوبليسيتي يجي لكل جمعيات بعد ساعات تعملوا حتى دي بورتا بورت دقان البيت لا بورتا بورت كل جور براتيكمون ولات الحكايه خدمه ولات هي الحكايه هذه راك يجي انا جون دو بوبليسيتي فوالا فاك اللي ياخذ كوميسيون تاعه يشوف هو الشركات هذه هذا خمسه هذا زوز هذا معناها ما فماش تقدر واحد يطلب يطلب لا يطلب فيرسونس دو ما نجمش هو راح يمشي رئيس الجمعيه يطبل اعطوني فلوس وبربي باش نكمل عامي دونك هذا الكل مهمش فما حد شيء على باز صحيحه نمشوا عليه نخدموا به فما حد وهذا اللي يلزم نعملوه في اقرب وقت انها تكون دي باز صحيحه وسوليد وخاصه اطر قانونيه ماهر السنوسي تنجمش الجامعه تساهم في ترتيب البيت كما نقولوا بوضع سقف الانتدابات في الجمعيات الرياضيه محترفه من النقاط التي ستدرج بالجلسه العامه المقبله عملناها على مستوى الرابطه الثانيه وكانت تجربه فريده من نوعها باعتبار سقفنا الاجور بالنسبه للرابطه الثانيه ويعرف هو سيريا هنا معناها بلافوني 4 فوا لو سميك البريم نو با الي او دولا دو 10000 دينار ان شاء الله باش نعملوه للرابطه الأولى ولكن مع التوضيح عايدة لأنه سيتا ما نعاقبش اللي عنده الإمكانيات أنا بالنسبة لي وقت اللي نحط سقف بالتوازي شو المداخيل نتاعو وشو المصاريف نتاعو صعب بالرقابة اللي حكينا عليها قبيلة بلجنة ولا هيئة ولا إدارة وطنية لمراقبة إدارة الجمعيات المحترفة تحت لواء وتحت إشراف الجامعة سلطة الرياضة هذه اللي هي الجامعة التونسية لكرة القدم احنا باش نمشيو ونعملوا مقترحات على أساس تسقف الأجور حسب المداخيل تاع كل جمعية اللي عنده ميزانية مليار و500 ولا مليون و500 ألف دينار كما سي بوسي ما ينجمش مثلا اللاعب يتقاضى أكثر من 50000 دينار مثلا مثال في السنة جمعية عندها 10 ملايين دينار تنجم تمشي خمسة معناها اون ابليك لو برانسيب دو لا بروبورسيوناليتي واضح يظهر لي وقتها تعطي اكثر مصداقيه للبطوله وتعطي خاصه ما نقولوها فما اون كور سيفريني معناها نتاع الناس معناها انديشينمون كبير اول سيزون يشري العقود عقود على بعضهم معناها عشرات العقود ومن بعد وين يمشي معناها الكل فسخوا عقودهم ولا سيبوهم ويقول لك انا خويا خلصني وحشتي وقتاش تعطيني دوزيام ترونش وقتاش تعطيني ترويزيام ترونش دونك لابد من ترشيد النفقات احنا على مستوى الجامعات ونقول الجامعه التونسيه لكره القدم مالغري الظرف الاقتصادي الصعيب نجحنا في ترشيد نفقاتنا التمويل العمومي ما يتجاوز 15% ماذا بينا كان جمعيات وزاد التمويل العمومي ما يتجاوزش السقف تاع 15-20% واضح سيد الوزير كلمه الختام باش تقول لك انت باش تقول لي هل اللي حكينا فيه الكل والحلول اللي حكينا عليها الممكنه ممكنه على اي مدى ومن غير ما نغلطوا معناها من غير دبلوماسيه مدى متوسط ولا مدى بعيد نحب نرجع للتجربه المغربيه ايضا ظهر لي سنة 2009 أما بسرعة خاطر ما عادش عندنا برشا وقت سيد الوزير سمح لي سنة 2009 باش نرجع لسنة 2009 أي؟ لأني كنت أنا وسي ماهر في نفس اللجنة اللي كانت تحضر في تنقيح القانون تاع 1995 واللي في المغرب فما مشروع تاع قانون المغرب مشاو طبقوا وإحنا وقفنا ما كانتش فما إرادة سياسية اليوم ضرورة أصبحت ضرورة ملحة وأصبحت ضرورة إذا كان ما مشيوش فيها رانا ما عادش باش نجموا نمولوا الجمعيات الرياضيه، الدوله ماهيش باش تتخلى عن الجمعيات الرياضيه في الفتره الصعبه هذه، باش تقعد تمول، فما التزامات نتاع دوله باش نواصلوا دعم الجمعيات، لكن فما مجال اكبر يلزمنا، علاش قلت لك ديما الاصلاح يجب ان يكون في اطار منظومه كامله. باهي المنظومه حكينا عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. تقول لي هل اللي حكينا فيه الكل والحلول اللي حكينا عليها الممكنة ممكنة على أي مدى ومن غير ما نغلطوا معناها من غير دبلوماسية مدى متوسط ولا مدى بعيد؟ نحب نرجع للتجربة المغربية أيضا ظهر لي سنة 2009 أنا بسرعة خاطر ما عادش عندنا برشا وقت سيد الوزير سامح 2009 باش نرجع لسنة 2009 أي؟ لأني كنت أنا وسمير في نفس اللجنة اللي كانت تحضر في تنقيح القانون تاع 1995 واللي في المغرب فما مشروع تاع قانون المغرب مشاو طبقوا وإحنا وقفنا ما كانتش فما إرادة سياسية اليوم ضرورة أصبحت ضرورة ملحة وأصبحت ضرورة إذا كان ما مشيوش فيها رانا ما عادش باش نجموا نمولوا الجمعيات الرياضيه، الدوله ماهيش باش تتخلى عن الجمعيات الرياضيه في الفتره الصعبه هذه، باش تقعد تمول، فما التزامات نتاع دوله باش نواصلوا دعم الجمعيات، لكن فما مجال اكبر يلزمنا، علاش قلت لك ديما الاصلاح يجب ان يكون في اطار منظومه كامله. باهي المنظومه حكينا عليها، حكينا المدى. منظومه اخرى اكبر، منظومه فضل. اقتصاديه، هاي. لانه المجال الرياضي راهو مجال بتاع استثمار، هاي. اليوم في تونس ماهوش مجال بتاع استثمار. اليوم يدخل 0.2% في البي بي نتاع تونس. المعدل الدولي 1.2 الى 2%. اليوم ياخذ من ميزانيه الدوله 1.3%. اذا قطاع ما فيش برودكسيون. اليوم زاد كيف نحكيو على الاصلاحات القانونيه كذلك فما اصلاحات على المستوى الاقتصاديه في جعل مجال الرياضي مجال الاستثمار في دعم المستثمر اللي باش يدخل في المجال الرياضي تشجعوا اليوم فما ناس مستثمرين او رجال اعمال دخلت الرياضه اون فان كونت عنده 2 بورميل برك فقط من شيفر دافير اباتمون من لاسيت نتاع لامبو ما عنده حتى شيء اون كونتر بارتي نرجعوا لل دونك كي تشجعوا فما دي زافونتاج فيسكو نجم تتعطى كيما موجود في المجال الثقافي هذاك علاش نحكي انه الاصلاح القانوني باش يكون في اطار اصلاح منظومه كامله نتاع ادخال الاستثمار في المجال الرياضي وقت لا يدخل الاستثمار المجال الرياضي واصلاح خاصه منظومه البروموسبور نحب نعطي كلمه انه المنظومه الجديده للبروموسبور اليوم بروموسبور قبل الثوره 75 مليار بعد الثوره سنه 2012 وصل ل 104 مليارات عم ناول 120 مليار تقريبا السنه بالرغم اللي تعطلنا في فتره من الفترات عندنا ما بين 120 و 150 مليار استيماسيون انا باش ندخلوا بالمنظومه ونمشيو بقري برك ان شاء الله المنظومه الجديده باش تدخل لنا افاق كبيره تنجم تعطينا لنا احنا الوزاره وكذلك الجمعيات امكانيات كبيره للتمويل ان شاء الله بدايه من سبتمبر الجاي تدخل المنظومه الجديده باش تكثر ليغري باش تكثر حتى لي برودوي ماهوش برودوي برك تنجم تدخل حتى رياضات اخرى ان شاء الله استيماسيون عام الجاي برك نوصلوا الى 250 مليار في السنه دونك يدخلوا لميزانيه الدوله نعولوا تعويل كبير على منظومه البروموسبور الجديده وان شاء الله نحطوها حيز التنفيذ لانها مش تسهل عمليه التمويل وتعطي امكانيه كبيره للوزاره باش تعطي اكثر للجمعيات الرياضيه في قداش امد النجم نحقق الاهداف هذه
من غير البروموسبور حاليا لا لا نحي البروموسبور معناها باش نمشيو لمنظومه احتراف فيها والله يلزمنا نحطوا استراتيجيه اقل حاجه نتاع 10 سنوات فما المثال موافق ماهر 10 سنوات اقل شيء استراتيجيه لانه سيريال ما قالش من 10 لا ما اقلش من 10 سنوات لانه يلزمنا نمر بالمرحله اذا كان نحطوا كما عملنا المره اللي فاتت حطينا منظومه الاحتراف باراشوتي ما نجحناش المغرب تعبوا حطوا المنظومه تعبوا العام الاولاني العام الثاني العام الثالث الحمد لله بدات الامور ماشيه وماشيين في اتجاه جيد كان اللي عندهم اكبر منا لكن كان البناء نتاع المنظومه نتاعهم على اسس صحيحه وعلى نظره واضحه وعلى استراتيجيه نتاع 10 سنوات نتاع 15 عام ويلزم ريال ما نصبروا باش نعملوا الشيء هذايا ونحقوه الاهداف هذيا خاطر الكلنا ماذا بينا نتعدوا والنتائج نتاعنا خير منا على مستوى ننتظروا المغرب السنوات الجايه ممكن زاد تعطي له راهو في المنظومه هذه اللي يحكي فيها السيد الوزير لابد من سرعه سي بوصيري خاطر من مراعاه التنميه الجهويه العادله لانه مش كيف متلوي الحوض المنجمي ما عندوش ستاد ما عندوش افراستركتور ما عندوش حتى شيء مش اذا كان نعمل دور السلطه لابد دور السلطه وسيد وزير لابد باش نشوفوا له الموضوع هذا لانه هام وهام جدا التمييز الايجابي حتى على مستوى التمويل ان شاء الله واضح مشكور جدا سيد الوزير سي صابر بوعطي اللي كنت معنا اليوم على الحضور وعلى الاضافات الكل مشكور جدا سي رياض الجريدي رئيس مستقبل جيبس اتمنوا حس عيد لمستقبل جيبس في بقيه مشوار البطوله ماهر السنوسي مشكور جدا نائب رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم سي بوصيري بوجيل مشكور على الحضور وعلى الورود وعلى الاضافات وعلى كل شيء اما باش تقعد معنا انت باش نزيد نخليك شويه معنا خاطر باش نحكيو على موضوع ايضا يهم منظومه الاحتراف وما نجموش نمشيو الاحتراف من غير ما نحس انه فيه هو تفاعل الجماهير مع جمعياتهم وانقلابهم عليها في بعض الاحيان في النتائج السيئه باش نشوفوا التقرير وردود افعال بعض المسؤولين نرجعوا نحكيو في البلاتو نستقبلوا الضيوف وين ماشيين16 الفريق الناس كل تحب تربح فعل من جمهور بعد ساعات تكون قوية أرسنال خسرت ستة بليش والناس تصفق عليها واقفة معاها في تونس ولات حاجة جديدة والله هذا مش جديد بالنسبة للاعب الكرة مربوطة بعدة أشياء يعني كي ناخذوا الموضوع يعني من الأول الموسم يعني كي نكون كومينيكاسيون واضحة نتاع أهداف نتاع النادي الناس تخرج تتكلم شنو ننتظروا منه الموسم هذا ونقولوا الحقيقة إذا كونوا عندنا فريق ماهوش نتاع تتويج احنا نورمالمون نتبعوا يعني نشوفوا يعني دي كلوب كبار يعني خسروا كما الجمعة اللي فات شفت أنا أرسنال خسرت ستة بليش والناس تصفق عليها واقفة معاها يعني جمهورنا احنا ما يصبرش لازم يحبك ديما تربح في تونس ولات حاجة جديدة ما كانتش الحقيقة قبل الثورة ولات بعد الثورة أي حاجة أي فوبا تعملها جمعية وأي ريزولتا خايبة تكون رياكسيون خايبة من الجمهور إن شاء الله تكون فما توا مو حملات توا باش تتنحى الحكايه هذه خاطر نشوفوا في بلدان اخرى ما تصير حكايات كيما هكا. والله هذا مش جديد بالنسبه للاعب الكره يعني مش جديد هذا معروف الجمهور من الحاجه الخايبه نقولوا نحن كيما الحاجه الباهيه هو يشجع حاجه خايبه وما يصبرش ما تمركيش برميمي طون راه مشي اللي يسب تدخل في التسرع كيما نقولوا فيها. 16 فريق الناس الكل تحب تربح. ما ينجموش في 8 مباريات نتاع بطوله الناس الكل تخرج فيهم من 16 فريق يخرجوا رابحين اكيد باش يكونوا فما منهزمين اللقب باش يفوز به واحد بركه المرتب الثاني واحد بركه النزول باش ينزلوا ثلاثه في رق معناها هذا كله احكام الكوره وموجود في العالم وكلنا معناها راه مش جماهير برك لانه زاد المسؤولين تاثر ياسر بكلامهم وبكذا معناها ماك تعرف المشكله زاد احنا كجمعيات اون افو با بارفوا يفو افوي ليشيك معناها نقولوا راه ما نجحناش في حاجه مي شنو صاريف سبحان الله معناها كما يقولوا جل من لا يسهو معناها تنجم تغلط الجمهور في كل التصرفات اللي ما تمسش بالاخلاق ما تمسش بالشخص معناها كشخص كسواء مسؤول ولا ملاعبي ولا مسير ولا أي كان ولا حكم ولا أي واحد جوسكو لا إذا كان ما يمسوش بالأشياء هذه عندهم الحق باش يغضبوا وعندهم الحق باش يتنرفزوا وعندهم الحق باش ينتقدوا لكن فما خطوط حمراء نو با دي باسي لا من طرف الجمهور ولا من طرف حتى مكونة من مكونات اللعبة ما هوش معناها كل من هب ودب بتعلة أنه محب نجم أنا يسب ولا يعمل ما هوش مسموح انت شخصيا ما ترضاش شكون يسبك والناس كل هيك
وإذا الجمهور بيده، معناها إذا واحد من الجمهور ولا اثنين ولا مجموعة إذا يسبوا الناس يرضاوش باش هما يتسبوا ولا أماتهم تتسبوا ولا أخواتهم تتسب. للأسف يعني فما حالة انفلات في كل شيء، حتى في العواطف، حتى في التشجيع، وصلت الحالة إلى الكرة. أنا ديما نربط في الفترة هذه بالفترة الانتقالية في البلاد، يعني ناس كل متشنجة، ناس كل على أعصابها، ناس كل تلوج على فرحة، ناس كل تلوج على انتصار. دونك كيما يجيش الانتصار كيما تجيش الفرحة، نلوجوا على أي مبرر باش نبرروا الفشل، وهذا ربما قاعد يسبب في فوضى، وفوضى عارمة خلينا نقول، قاعدة تأثر على برشا حاجات في البلاد، على برشا قيم وبرشا ضوابط قاعدة تأثر حتى في الكرة، وهذا مش معقول. اليوم لابد أنه نقفوا، لأنه بعد 3 سنين يلزم اليوم نقفوا، سينو راهو اللي جاي أخطر وأصعب، لأنه قلت حالة انفلات كل في المشاعر، في العواطف، في اللي تحب معنا، وما عادش نقبلوا يعني الفير بلاي، ما عادش نقبلوا الخسارة، ما عادش نقبلوا حتى التعادل، ما عادش نقبلوا اللي جمعية يلزمها تخسر باش تعاود تبدا من جديد. برشا قيم انهارت، القيم انهارت، والجمعيات ما عادش تقبل الخسارة، الجماهير ما عادش تقبل الخسارة أيضا، وتنقلب على جمعياتها وتبرهن على الغضب نتاعها وتوريه علاش الظاهرة هذه في ملاعبنا متفشية أكثر من كل الملاعب الأخرى في الدول الإفريقية والأوروبية. محمد الجويلي أستاذ في علم الاجتماع للإجابة على السؤال هذا، مرحبا بك سي محمد. وأيضا معنا أيضا يلتحق بنا اسكندر عطله، رئيس هيئة أحباء الملعب التونسي. مرحبا بك اسكندر. بك أكثر عايشك. حافظنا على سي بوسيري بوجليل اليوم اليد البريئة. سي بوسيري أيضا أكيد عندك رأي كرئيس جمعية في انقلاب الجماهير على جمعية. طب البداية بك محمد الجويلي، علاش الظاهرة هذه بريسك تكون تكاد تكون خاصية في الجمهور التونسي؟ نحكي في الكوتيديان مش في الاستثناءات. فعلا في الكوتيديان موجود الشيء هذا، لأنه هذا عنوان لعدم وجود ثقة، وعلى كل حال عدم وجود ثقة بين كل أطراف المساهمين في اللعبة، يعني عدم وجود ثقة ما بين الأمن والجماهير، ما بين الجماهير ورؤساء النوادي والإدارات، ما بين الجماهير والحكام، يعني الكل والهياكل المسؤولة على الرياضة وعلى كرة القدم. يعني العنوان الأكبر هو فقدان الثقة بين الجميع، بالتالي الجمهور يحس روحه الآن أمبليكي أكثر في النادي، لأنه يعتبر أن النادي هو هوية ذلك الجمهور، والتضحيات اللي قدموها الناس هذوما يعني المناصرين يعتبروها تضحيات كبيرة، أولا في الوقت، في الدفع المالي، في مرافقة الفريق، ولو أنه ما عندوش دفع مالي جمهور للجمعيات بشكل عام، يعني يصرفوا في وقتهم، في أموالهم، في مجهودهم النفسي، في مجهودهم العاطفي، طبعا يتعرضوا. هي المسألة خاصة يعني عاطفية سي محمد يعني الجويلي، وهذا أكبر حاجة يظهر لي. فهذا يخلي أنه أون كونتر بارتي، يعني ثم يعني كما تقول أنت إيشانج، معناها ثم تبادل، ريسيبروسيتي، يعني بالقدر اللي الجماهير تدفع فيه من عاطفها، من كل شيء تقريبا، بالقدر اللي تطلب في المقابل انها تكون امبليكي اكثر في الشان الرياضي، وفي شان النادي تطلب. في شان النادي تطلب النتائج، وتطلب ايضا امبليكاسيون نتاعها في اختيار المدرب، في الشان بشكل عام. المشكل هو الان انه ثم مشكل تاع حوكمه، تاع اداره. دونك كل الناس يلوجوا على لا بون غوفرنانس، كيفاش تم ما بين النادي وبين إدارة النادي وأساسا الجماهير. دونك ثم هو ما بيناتهم، ثم جسر ما بيناتهم. دونك كل واحد طبعا يعتبر نفسه عنده أحقية بأنه يكون أمبليكي أكثر، مندمج أكثر في 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 مسألة النادي، لأنه مش فقط في وأنهي مش فقط في النتائج، لكن أيضا في البيتري، يعني في كل ما يتعلق بالتذاكر الدخول، بالتنقلات، بالاختيارات الفنية زاد أيضا متاع النادي، متاع إشعاع النادي، نتائجه، يعني كل ما يتعلق بالمسألة الإعلام المرتبط بالنادي، يعني كل يعني ما يتعلق بشأن النادي. دونك الجماهير الآن تحس روحها أكثر فأكثر معنية بهذا الشأن، وفي أكثر الأحيان تحس روحها بليز أوموا مقصية من المسألة، وذاك ليش ثم رد فعل في كثير من الأحيان يكون رد فعل يعني عنيف. رد فعل عنيف اللي أكيد سي محمد الجويلي تشاطرني فيه، هذا عندهم فيه مسؤولية رؤساء هيئات الأحباء وهيئات الأحباء بصفة عامة. سي اسكندر عطلة أنت موجودة معنا، يعني تأثير الجماهير من مهام هيئات الأحباء لهذه مهمتها، شنو تعمل هيئة الأحباء بالضبط لتأثير جماهيرها اليوم في تونس؟ كان عندنا هيئة أحباء مهيكلة دو تيل مانيير اللي عندها استراتيجية دو ترافاي مع الجماهير؟ والله عنا هو توا نحن استراتيجية ترافاي معناتها واضحة على الأخر،
معناتها نأطروا جماهير بارابور للنومبر معناتها تاع جماهير المسموح لهم بالدخول ديجا معناتها اون باس لو ميساج بارابور ليميتاسيون بارابور لاج معناتها انتردي موان 20 ans لتطبيق القوانين هذه من ناحيه القوانين بالضبط معناتها نحاولوا معناتها باش تكون امورنا كونفورم على الاخر بارابور القوانين معناتها اللي تنص عليها الجامعه داير بروفوني جمهور ستاد جمهور مثالي vu que هو الاولاني في الكلاسمون تاع الروح الرياضيه يا با يو دو بلانت بارابور جمهور ستاد فماش حتى غومونتي يا با يو دو سانكسيون معناتها من اول السيزون مالغري سيتياسيون كريتيك على الاخر تاع ستاد تونيزيان معناتها اوني لي ديرني في الكلاسمون نلعبوا على تفادي النزول مالغري سا جمهور ممتثل معناتها القرارات اللي صايره جست تعقيب بسيط معناتها انا نقول اللي قبل معناتها كانت امور ريفاليتي ما بين الجمهور في الدخله في الجو في الامبيونس تو ولات امور ريفاليتي في العنف العنف سي ديو اكوا معناتها انا يظهر لي فما غلطه كبيره او نيفو دو استراتيجي معناتها بوليتيك اللي هي انت اليوم تجيب 2000 اون تيوري خاطر ريناها فما كان ستاد كي ابليك معناتها لا تيوري نتاع 2000 جمهور جماهير الاخرى الكل اللي سون بريزون افيك ان نومبر افوازينون لي 5000 وتجيب تحط فيزيتور وبعد ساعات فما ويكلو في الرابطه الثانيه وما يتمش احترامه جمله فما جماهير تدخل ب 500 و600 اكزاكتومون وتجي تحط انت فيزيتور معناتها ب 50 نفر برك معناتها انت كي تحط 5000 كونتر 50 والريزلتا يمشي مع الفيزيتور اوتوماتيكمون تي حاطط لي لوكو ان بوزيسيون دو فورس وفي معناتها اللي الستاد اون جينيرال سي لو ريفلي نتاع الامبيونس نتاع ليتا الكل معناتها نتاع الدوله اي ما احنا راهو موضوعنا ماهوش العنف في الملاعب موضوعنا هو تاثير يعني انقلاب الجماهير على جمعيتهم وصار هذا في الملعب التونسي شفنا برشا سب على رئيس الجمعيه على الملاعبيه اثناء كتابه على حيوط اثناء التمارين هذا الكل صار في الملعب التونسي هو لهنا التاثير ناقص في المويا ديكسبرسيون ناقص في معناتها كومونس اكسبريمي في حاله غضب دونك لهنا فما انفلات صحيح نوافقك الجمهور شنو دوركم انتم كهيئه احبه تعملوا فيه افور ولا لا؟ اكزاكتومون ولا ما تنجموش خارج على سيطرتكم؟ اون في سكون بو ريالمون معناتها نعملوا في اللي نجموا فيه معناتها شنو هي سكون بو معناتها اون اسي دونكادري لا مانيير ديكسبريمي معناتها الريفولت ديكسبريمي لا كولير تكون في حدود معينه تو بو فير باسي لو ميساج دون مانيير معناتها نوبل اون ايفيت تو سكي اغريسيفيتي او انسيتاسيون على لا فيولونس دونك سي سكون اسي دو فير باهي تبيع تختلف من بشر لاخر تو بو با انكادري تو الموند دونك مي الحمد لله يا ربي نقول لك اللي جمهور ستاد سي كونفورم 80% اليوم واضح مالغري سيتياسيون ديفيسيل نتاع ستاد تونيزيان واضح بوسيري بوجليل تاثير ضغط الجماهير على الهيئات والملاعبيه تاثر حتى على قرارات رؤساء الهيئات في بعض الاحيان وخطابهم انقلاب الجماهير والله يتاثر انا نقول اذا كان هيئه مديره مقتنعه بعملها وبعمل الاطار الفني ما ثمش حتى تاثير مي حاجة هامة جدا لا كومونيكاسيون الجمهور هو الفوتبول سي ان سبور ديموسيون وهو لعبة شعبية إذا كان ما تخدمش في الإطار هذايا راك تكون خارج الموضوع لأن شنو سبور ديموسيون اللي يحب الملعب التونسي في دمه الملعب التونسي ما يفهم حد شيء يحب الملعب التونسي تبقى في الوطنية الحاجات الأخرى ما يفهمهاش أنت مطالب باش تفسر له وضعية الملعب التونسي ناخذ صديقي البحذاء سي محمد سي اسكندر معناها لازم تفسر له واحنا الاكسبيريونس في ليتوال دي متلوي اون في كي فهمتي عشنا كل ما النتائج ما تمشيش المدرب والملاعبيه يسهروا انا بيت معهم لاعبي كيفاش تتعامل انت في الحاله هذه مع الجماهير نتكلم نقعد معاهم ونقعد حتى في الستاد وفي القرادا ونكلمهم لانه هذيك هو نعيش انا كي تبدا عندك 5000 جمهور ولا كيفاش باش تكلمهم مش من الكل انت لا كومونيكاسيون تصير بدي جروب دي جروب يوصلوا أي. واللي جروب مش نختارهم انا اللي يجي مرحبا به دبوشه وراي معناها تحكي مع اللي موجود واللي موجود يوصل المساج حل من الحلول هذا محمد جو يتكلم نتكلمهم ونقول لهم هذاك هو وشكري خاطو يقعد حتى كي نهبطوا وهو علاش شكري خاطو يعني ليكيب تعمل بريستاسيون باهيه ليكيب قاعده تلعب هذيك المويان تاعنا هذاك الواحد الانفيرونمون تاعنا الفو كومبروندر سا ما تحبوش في الامان واضح سي محمد الجويلي انقلاب الجماهير على جمعياتهم وصل السنة عدة استقالات داخل الجمعيات الرياضية شفنا في السيابي حتى من من فنيين ومن مسؤولين فما برشا مسؤولين يقول لك كما بسام الزواوي في النادي الرياضي بنزرتي يقول لك أنا ما عادش نستحمل السبان ما فماش علاش باش نتسب أنا عاتي مجهوداتي الكل وعاتي وقتي الكل وفي الآخر نتسب ماهر الكنزاري نفس الشيء العديد من المسؤولين أيضا تم إقالتهم في النادي الإفريقي على خلفية أيضا غضب جماهيري يعني الظاهرة هذه ولات تؤدي الى استقاله مسؤولين او اون فا كان المسؤولين يهزوا ايديهم نهار اخر باش نلقاو يعني كان مسؤولين شوف طبعا هذا نتيجه لانه ما ثماش علاقه واضحه ما بين في العاده في اغلب الاحيان ما ثماش علاقه واضحه تواصليه ما بين
الجماهير والمجموعات اللي تمثل الجماهير وبين الإدارة المسؤولة على النادي. بون ثم تدخلات كما قال السيد توسي بوجلال، قال انه يكلم بون اوكي يكلم مره يكلم مره تخطف مره ما تخطفش دونك يعني، لكن ما ثماش دي ستركتور دو كوميونيكاسيون انترميديير. شنو هما لي ستركتور اللي تراهم سي محمد؟ لي ستركتور هو ثم تجارب في اوروبا معروفه، ثم دي شارت يتعملوا نوع من الاتفاقيه ما بين المجموعات المناصرين وبين الهيئات المديره، كل واحد شنو عنده الحقوق والواجبات ويتفاهموا عليها كل سنه. مثلا يقول لك انه الجماهير او المجموعات المناصره هذا شيء مكتوب يعني تمضي عليه ميثاق، نوع من الميثاق. ميثاق يقول لك انه الجماهير هذه تساند النادي او قايدها سي البوصيري باش يعمل بها تساند النادي في كل الظروف بالطريقه كذا وكذا وكذا واحترام وغير ذلك. في اون كونتر بارتي النادي يسهل مثلا على الجماهير الدخول الى الملاعب والسفر مع الفريق والتنقل معاه مساله البيتري وانسيتويت، دونك يلقاو مع بعضهم انتيغان دونتونت وان شارت اللي يمضيوا عليه الكل ويلتزموا به. ديجا انت بنيت جسور الثقه ما بين النادي من جهه وبين المجموعات المناصره، هذا واحد. ثم الاتحاد الاوروبي لكره القدم عنده ان مانويل دونك تو اكيد تعرفوا مانويل تاع الريسبونسابل دونكادرومون دي سيبورتور. مانويل مهم جدا جدا يعطي فيه بالضبط شنية الوظائف لي ميسيون وشنو هو لو كومبورتمون. تعرفوا سكاندر المانويل هذايا لا ادوبتي وشنو هي معناتها الوسائل باش توصل لهم شنو هي كل شيء كل شيء فيه سان مانويل اون بو سانسبيري منه، مش بالضروره يكون كوبي كولي بيان سور مي اون بو سانسبيري منه اللي هو باش سكي سي سكندر وغير سكندر مثلا قيس عاشور في ليتوال اللي نعرفوا والناس اللي ناشطين فعلا في في لونكادرومون اللي ينجموا فريمون يطبقوه طريقة جيدة طبعا وتصير فيه معناها تدريب وتنمية قدرات في هذا الاتجاه وتكون زاد أيضا المسألة واضحة. دونك بهذه الطريقة في اعتقادي نجم نبنيو جسور الثقة ما بين النادي من جهة يعني كهيئات مديرة وبين المجموعات، وأيضا لابد أنه المجموعات أيضا تنتظم بشكل قانوني. للآن مجموعات الألترا ما هيش من جمعيات خاضعة لقانون الجمعيات في تونس، يعني هي مجموعات يعني ما ثماش اطار قانوني ينظمها، دونك ما تنجمش تعمل معاها ان فيزا في دونك في المساله هذه. فهذا اولا اول اجراء في اعتقادي العوده الى النظر في مجموعات الالترا والحاقها بقانون الجمعيات. واضح سي البوصيري. جوست انشينمون مع الاخ، هي افكتيفمون في البرازيل باغ اكزومبل ثم اون فيدراسيون دي اسوسياسيون دي سبور سيبورتور تخدم حاجتين او ميم طون، تخدم الحاجه هذيا فهمتي نتاع في الكلوب لوي ميم كيفاش التصرف، وتخدم زاد حتى في ليزلترا دي ديفيرونت كلوب ما بين بعضهم مجموعات التنشيط ويكون وينقص العنف وتنقص الجهويه وتنقص برشا حاجات بالاسوسيسيون. وهذا نداء للفيدراسيون ولا الوزير الشباب والرياضه دي كري سيت فيدراسيون، الي طون دي كري سيت فيدراسيون اللي هي هامه وهامه جدا في المنظومه الرياضيه. كان بحذير هو الوزير تنعاودوا نكلموه من بعد نعاودوا نعطيوا النداء هذا. اسكندر عطا الله اكيد الكلام اللي سمعته هذايا تنجم تكون انت كرئيس هيئه الحباب في الملعب التونسي تبدا بتنفيذه، علاش لي مونتخي ليكزومبل؟ نحن ديجا معناتها جوتيان سينيالي كو لي دو زولترا اللي عندنا اللي هما الكاوتيك والبويز عندهم ان ستاتيو ليغال، معناتها ديجا اي سون كريي اون بون يونيفورم، ايز اكزيرس معناتها سولون لي كريتير. يمارسوا اكزاكتومون، قاعدين معناتها يمارسوا سولون لي كريتير نتاع الجمعيه، وان كورديناسيون مع الكوميتي سيبورتير. واضح. معناتها نحن الحمد لله يا ربي ستاتيونيزي امورنا واضحه سور سو بلان لا. واضح محمد. وين تكثر الاحتياجات وقت اللي يبدا ثم فرق ما بين الانتظارات والوعود. دونك انت قد ما تكبر الوعود ومن بعد ما تلقاش يعني ما يناسبها في الواقع وقتها تصير الديسيبسيون بيان سور نورمال، وقتها الميكونتونتمون ما سكون ابل لا فروستراسيون رولاتيف والتعبير عليه بالغضب التعبير عليه بالغضب. هذايا مرتبط بالهيئه المديره شنو هي تنجم تعطي وعود وشنو هي تعطي انتظارات لجماهيرها، يعني ايضا مسؤوليه المسؤول ما يعطيش وعود اكبر من امكانياته ومن بعد يخلي الحقيقي نتاع الواحد. دونك هذايا واحد. ثم اثنين الفو ستركتوري لي زانترميديير لي ميدياسيون هذوما ما بين الجماهير وما بين الهيئه المديره، هذا ضروري جدا فو ستركتوري للتواصل، لانه الى الان ما ثم حتى شيء ستركتوري في كل شيء لازمو ستركتوري في تونس في المجال هذا وفي غيره. كنا نحكيو على القوانين وعلى احتراف والكل. مشكور جدا محمد الجويلي استاذ في علم الاجتماع على الاضافات، مشكور جدا اسكندر عطا الله رئيس هيئه الملعب التونسي البوصيري بوجلال باش نخليوك توا مشكور جدا على الحضور ايضا. ضيف بيني وبينك نتاع وقت اضافي اليوم 2 افريل كان السيد شادي زويتن رئيس نادي تونس للسيارات اللي شكك في شرعيه الجامعه التونسيه للسيارات، حق
الرد لرئيس الجامعة هذه سليم غزي نشوفوه وبعد نستقبله ضيف بيني وبينك ماهر بن عيسى رئيس مستقبل مرسى. والله الأسبوع اللي تعدى شفت السيد شادي زويت رئيس النادي التونسي للسيارات يحكي على شرعية الجامعة التونسية للسيارات، وفي إطار حق الرد نحب نجاوب سي شادلي اللي نحترموه أكيد، وهو على مستوى علاقات شخصية هو صديقنا معنا ما نقوله، إلا على مستوى رياضة السيارات مجبور باش نجاوبه، وأنه مش معقول باش يطعن في شرعية جامعة متكونة على أساس قوانين. أنا متأكد أنه سي شادلي عمره ما سمع بالقانون متاع سنة 95 اللي ينظم الهياكل الرياضية، ولا المرسوم 88 سبتمبر 2011، حتى لو كان جاء قراه هذومك راو ربما ما يقولش الكلام اللي قالوا، وطعن في شرعية جامعة هو طعن في قوانين البلاد هذية. وأنا بما أني تونسي 100% ما نسمحش بس شادي يقول الكلام من نوع هذية. واضح كان هذا حق الرد لسليم غزي رئيس الجامعة التونسية للسيارات. وتوش نستقبل ضيف بيني وبينك اليوم ماهر بن عيسى رئيس مستقبل الرياضي بالمرسى، بورتري ماهر بن عيسى ونستقبلوه في الفسفاس. بورتري ماهر بن عيسى مازال مش حاضر، نستقبلوا ماهر بن عيسى شوي اخر. محمد جويلي مازال بحذانا، نزيدوا اضافه على الموضوع. يلا حاضر لليفو. عائلة واحدة، عائلة واحدة تقريبا نفس الجينيراسيون، حتى سي عمر صغرنا له 10 سنين في عمره. أكبر واحد فيهم أنا. سي عمر اللي هو. أما اللاعب الوحيد اللي جاهز فينا. بارك الله عليه. احنا من الأول يعني بدينا عمل من الأول عمل قاعدي وعمل باهي اللي خلى اليوم اللي في مركز مريح لمرسى، لكن هذا الحقيقة مانيش راضين به حتى الآن، خاطر احنا اليوم نحبوا نطمحوا المرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة. إن شاء الله كيف كيف الخمسة جولات اللي مازالوا باش نحطوا كل ما عندنا من إطار فني قاعد يقوم بعمل كبير، ولاعبين زاد حتى بدلنا اليوم جدول التحفيزات باش كان يكونوا في المرتبة الرابعة عندهم تحفيز كبير ولا المرتبة الخامسة. وعندنا زاد كيف كيف الأسبوع القادم في الكأس تونس ان شاء الله احنا بنينا فريق وبدينا نبنيو في فريق نطعموه السنه القادمه بلاعبين اخرين ان شاء الله نكونوا في المستوى. وهذيك هي استراتيجيه نتاعنا، احنا نكونوا على مدة 3 سنوات نحافظوا على نفس النسق. المشوار طويل بدا عنده 20 سنه، لكن الفضل الفريق هذايا عليا فضل كبير، فضل ما عند الله سبحانه. اكيد التجربه بدات عندها 20 سنه. اليوم نقول لكم راهو هو 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 تشريف و وتكليف في حد ذاته. فريق مستقبل رياضي بالمرسى كما قلت في السيزيات، فريق عنده 10 فروع 2800 مجاز، ماهوش سهل التسيير نتاعو في الظروف الصعبه اللي بعد الثوره. انا دخلت لعبت كره السله وقت اللي كان عمري 4 سنوات نتفكرها في مرسى الشاطئ، بديت هذية حتى لاعب حتى لاعب اكابر، وبعد اقترحوا عليا باش نشد مسير في فرع كره السله. بعد فرع كرة السلة من مسير نائب رئيس رئيس، بعد رجعت الفريق مستقبل رياضي بالمرسى كنائب رئيس، بعد نائب رئيس أول، بعد لمدة 4 سنوات وبالأخص بعد الثورة كرئيس. الحقيقة الحمد لله إن شاء الله نكمل المسيرة. أكيد واحد مش بيخرج من مستقبل رياضي بالمرسى باقي فريقه الأم وفريقه اللي خليته في الوضعية هذية، ان شاء الله ان شاء الله باقي تكون موجود لاعانه المستقبل الرياضي مرسى مع بقيه الرؤساء القدم. كان انا موجود على الفضل الله والفضل زاد المكتب اللي يخدم معايا اللي تبارك الله مكتب الكل من نفس الجينيراسيون اصحاب اكثر منه واللي هما قاعدين يخدموا في الخفاء، خاطر انا يمكن اكثر واحد اللي نظهر اعلاميا لكن هما اللي موجودين هما باقي اللي معايا في الدعم نتاعي. C'est simple, c'est que le système. Ce qui nous inflige n'est pas juste, mais système. C'est que chez toi, je peux lire et je peux parler. Je peux écrire et mes enfants, je pourrais les regarder. Je suis un jeune de banlieue, je sais que je fascine. Parce que là d'où je viens, réussir n'est pas facile. Et je garde les stigmates au milieu de ma pommade. J'ai beau m'en débattre, parfois c'est dur, il me faut de la pommade.
هنا في تونس عندنا زاد مجموعة هائلة من المسيرين على رأسهم كما قلت سي الهادي الرصاح اللي يشرف عليه هو ابن النادي البار. الحقيقة صناع عندنا تعرف دورة التنس الدولية للسادسة للسيدات اللي بشكون بداية من 31 ماي حتى 6 جوان إن شاء الله بنشحوها. هذه كانت فيها 10,000 دولار عندنا سنتين ولت 25,000 دولار مكسب إن شاء الله. على كل حال اليوم نعمل 4 ميادين أخرين باش نكبروا طاقة الاستيعاب عندنا كيف كيف زادة باش نجهزوها عندنا كيف كيف زادة باش نجهزوا اليوم مطعم فاخر إن شاء الله باش أكثر نسوقوا الملاعب تاع المستقبل. هذا كما تشوفوا أول ملعب ساعة مع خواص قاعدين نشوفوا فيه. حتى اليوم عندنا نقص في الملاعب الرياضية بالنسبة لفرق شبان كرة القدم. هذا كيف كيف هذا قاعة كرة الطائرة فيها 3 ملاعب فرعية وإن شاء الله كرة الطائرة زادة كيف كيف ترجع كيف كيف العهدة في المرسى. زادة مركز تكوين شبان سيد أحمد شلبي راجل خدم برشا المرسى وهذا كيفاش نكرموهم رجال المرسى الله يرحمهم وإن شاء الله كيف كيف عندنا مناسبة أخرى باش نكرموا الناس اللي خدمت في المرسى. المركب متكون من جزئين والحاجة الجزء الأول جزء إداري اللي فيها المدير الرياضي متاعنا مدير المركز فيها المطعم فيها حتى المكتب متاع المدرب الأول متاع الفريق الأول. هذا لاعب كرة الطائرة مش نقول لك هذا المركز هذا مش كان كرة قدم زاد كرة طائرة عنا زوز لاعبين يسكنوا هوني وإن شاء الله كيف تبارك الله هاو الطول ساعة إن شاء الله هذا مستقبل الفريق. هاي ربي معاك لاباس هاي سلم على سي زياد شنو هو القراية لاباس ها شنو لاباس لاباس ولا استر ها وتبرقى شنو هو بو سالم شنو هو لاباس صافا القراية مالا هاي باهي نجي نعمل طول على البيبان شوف هو راهو اليوم اللي يعمل في بلاده تسمع فيه ولا يستنى باش يعملوا له كيف كيف في بلاده يعني واحد اليوم افضل الحيل هو ترك الحيل يعني اليوم الناس الكل تلعب والفيصل هو القانون. هذا رامي لاعب سوري اللي جاي معانا السنة. لاباس رامي الحمد لله شو العائلة عندك اخبار على العائلة الحمد لله لاباس مجهز السنة القادمة معانا ولا الحمد لله جاهز به. هذا رامي لاعب سوري كيف جينا جاي عمل اختبار معانا وان شاء الله مش نقيم اخر السنه نقيم وان شاء الله يكون معنا جاهز كان هكا الفريق الاول السنه القادمه. كلام فيك خليني نربح باه ترى خلينا نلعب معك شكون باش يلعب معايا ترى نلعبوكم انا والرئيس بالله يا بعث الفلوس خليهم يلا اسمع باش تفشخني اسمع ما نعرفش نلعب راني لا ترى ترى جماعه ترينيو كل يوم هما راه هاي باهر هذا هذا يا معزر تبارك هاي ايجي هنا ندور وخلنا نقول له مرسى تعيش ايجي هاي مرسى تعيش Je suis fier de mon milieu et je suis qu'un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. ماهر بن عيسى ضيف بيني وبينك اليوم رئيس مستقبل المرسى مرحبا بك سي ماهر. مرحبا بك لعايدة وكل متفرجين. سي ماهر بن عيسى كي نسمعوا تقول 20 سنة تسير تقول راجل هذا فوق 60 سنة بورتون زاد صغير. مش نقول عمري توا لكن لا أكيد هو مادام دخلنا الميدان تاع الرياضة كهو خرجنا على بكري وقعد يعني فيسع من اللاعب المسير في العادة تبدا فترة بعيدة ما بين كي يبدا لاعب وبعد مسير لكن أنا مباشرة بعد لاعب وليت مسير. وقضت هذه كله قضاء وقدر يعني صدفة أكثر منها حلم صغر ما كانش معناها في المخيلة متاعك أنك تولي نهار مسير. لا شوف والله نحكي كان نفكرها كل يوم يعني بعد ما كملت المرحلة الثانية في الدراسة العليا رجعت باش نكور لقيت روحي رزين لعبت وقتها مع وقتها نفكرها 25 سنة ولا 26 سنة يا أخي المدرب حشم مني قال لي علاش ما تدخلش مسير
قلت له باهي ندخل مسير من وقتها حتى لتوا هكا مسير الحمد لله. مسير في تسريع كرة في فرع كرة السلة والعضوية في الجامعة التونسية لكرة السلة، من هذوما يعني كرة السلة كان اختصاصك، لرئاسة فريق عريق عمره 75 سنة مستقبل المرسى، المسؤولية ما كبرتش عليك؟ والله هي جات كله بعد الثورة، يعني كانت قبل الحقيقة 2011 لكن كنت محمي قبل برئيس ونائب رئيس، يعني حتى كان تخدم المسؤولية والقرار وجيبان الفلوس وكل شيء كانت كل على الرئيس، لكن فجأة تلقى روحك بعد الثورة تلقى روحك في واجهة وتلقى روحك فريق اللي عنده شبح النزول ويلزم تجيب الفلوس وكل شيء، يعني لقيت روحي في المسبح مباشرة. قلت نحن لها؟ قلت نحن لها والبركة تهبط، حطيت واحد بطبيعة واحد مش وحده معاه برشا العديد من المسؤولين، لكن الحمد لله برضاية الوالدين الحمد لله ربي قدرني باش نجم نسير الجمعية ونجم نعطيها ثقة كبيرة، خاطر اليوم مش في التسيير لكن اليوم يلزم واحد التعهدات اللي عملها يلزم هو ينفذهم، هذا المفيد في كرة القدم. سي ماهر بن عيسى، مش عطيتها أنت الثقة بركة الجمعية هذه من 2011 2014 في المسؤولية الأولى بنجاح وبرشا ستابيليتي سورتو سيكوريتي، مستقبل المرسى الفوق برسك ديما معناها الرابعة الخامسة السادسة في لي تروا سيزون هذوما بميزانية متواضعة. شوف هي بالفعل ميزانية متواضعة مش برشا، خاطر اليوم 3 مليون دينار و2 مليون دينار بالنسبة لفرق كرة القدم يعتبر يعني مقارنة بفرق الفوق هذا، لكن هو اليوم وقت اللي احنا جينا اليوم نفكروا ماليا قلنا اليوم المرسى اللي طلعت من 2010 في الرابطة المحترفة الأولى رجعت للمدار نتاعها الصحيح، قلنا يلزمها باش الفريق هذا ما عادش يرجع، خاطر لاحظنا احنا خلال العشر سنوات الأخيرة المرسى كل عشر سنوات تطيح للرابطة المحترفة الثانية، اش قلنا اليوم؟ يلزم الفريق باش بورسو ستابيليزي يقعد على قليلة خمسة سنوات وهو محتفظ في نفس المركز، يزيد مركز ولا ينقص مركز لكن على قليلة في الخمسة سنوات يركز مليح. معناها الهدف واضح قدامك. الهدف واضح. يركز مليح وبعد نبداو بشوية بشوية كل عام نقفزوا درجة. مع الحاجة اللي هي مهمة كبيرة ياسر هو أكيد اختيار اللاعبين ثاني حاجة، التكوين اللاعبين ثانيا، اختيار الإطار الفني اللي يزم يكون كف والحمد لله ثلاثة سنوات جينا كان إطارات فنية والمحافظة عليه خاصة والحاجة الرابعة هي التوازن المالي، نمشي ونعاود عليه التوازن المالي. اليوم نرجع ونقولها وأنا فخور بها، اليوم مستقبل رياضي بالمرسى ميزانية 2012-2013 عنده عجز ب 500 دينار وهو الكل يفهموني يعرفوني الأخوة يعني المحاسبين هو يعني كل ديكوريكسيون كونتابل يعني اليوم الحمد لله أول مرة تصير معنا اليوم لجنة النزاعات السنة هذه ما حكمت المرسى على حتى قضية. ثقة على مستوى الجمعيات ورؤساء الجمعيات بما أنك نائب رئيس لودادية رؤساء الجمعيات الرياضية، لكن فما شوية ضرب في الظهر لفير سليم المحجبي مثلا، كيفاش تتعامل معها ومع الإغراءات اللي تصير لملاعبيتك في ظهرك ولا في الكواليس؟ لا مش في ظهري، احنا كل اللاعبين متاعي اخوتي الصغار ويعرفوا وفي ثقة متبادلة كبيرة ياسر. لافير تاع سليم المحجبي كان ندخل فيها ثلاثة جوانب، الجانب الأول جانب أخلاقي رياضي. اليوم أنا نقعد باهت جمعية كما النادي الرياضي صفاقس نقولها اليوم تجي تقول الاستحقاق في الميدان وقت اللي تجي هي تعمل ايفوكاسيون، وتقول وقت اللي صارت في لافير دونغ تقول أنا أربحوا في الميدان. اليوم كي جات لقات الفرصة وباش نرجع لها الموضوع هذايا جات عملت ايفوكاسيون اللي هي من حقها. لكن هذايا اليوم نتأسف له للمسؤولين تاع النادي الرياضي صفاقس. ثاني حاجة اليوم قضية قبل ما توصل للرابطة ايفوكاسيون نتناولوها في وسائل الإعلام شيء غير طبيعي، يعني إيش معناها اليوم؟ وصلت ليفوكاسيون نهار السبت للرابطة وليفوكاسيون تحثوا عليها في وسائل الإعلام باش تصير ضغط على القرار نتاعهم يقولوها من نهار الأربعاء. الحاجة الثالثة كل البراهين أنا بالنسبة لي أنا واضحين عندنا إدارة عصرية فما عقد مبدئي ما بين سليم المحجبي نرجع لك العقد العقد المبدئي. اليوم بالنسبة لي نحن الأرتيكل 13 حافظينه وبعثنا للرابطة أبليزيور بريس قلنا لها راهو اللاعب هذايا قعد 13 مقابلة ما خذاش حتى إنذار، الأرتيكل 13 واضح يلزموا كل خمسة مقابلات عنده أن بونوس يعني زوز إنذارات نتاعو تطيح. بالنسبة لي نحن لا هو تناسي لا هو غلطة لا هو حتى شيء، متمسكين بالقانون نتاعنا وعارفين اللي بقدرة ربي باش ناخذوا حقنا هذا اكيد. نرجع لسليم المحجبي، سليم المحجبي شوف هو ولد الفريق ولد النادي وعمره كله عداه في النادي، قعدت معاه انا ابليزيور ريبريز ونمشي معاه قرينا الفاتحه. يعني اليوم
انا ما مشيش بالكلمه زعما قرينا الفاتحه زعما كلمه كبيره تفهمنا معانا. وقال لي سمير راني ما نصح الا ما منقول لك. صحيح فما اغراءات اليوم النادي كي يطلع اللاعبين نتاعو تطلع الكوتاسيون نتاعهم اليوم في حقه هو باش ناقص، لكن انا متاكد من حاجه اللي قبل ما يختار حاجه باش يجينا للمرسى. هذا اللي حبيت نطرحه عليك جوستومون سمير بن عيسى، اسكو انت تتعامل مع الاغراءات هذيا مع لاعبيتك في الكواليس بالالتجاء لرؤساء الجمعيات واللوم عليهم ولا بالتحادث والتحاور مع ملاعبيتك؟ لا بالتحادث مع ملاعبيتي. واضح. بس نعطيك فكره مثال عايده. فضل. عندي 32 لاعب في المستقبل الرياضي بالمرسى، 27 لاعب عندهم عقود 2015 2016 2017، عندي فقط 5 لاعبين تنتهي العقود نتاعهم، كلهم تقريبا تحدثت معاهم في المشروع هذا، مع العلم اللي اليوم لا مجال اليه، اليوم اللاعب يتكلف على الفريق اكثر من 15% في الميزانيه نتاعو باش يقعد في المرسى، مثال يلقى الخير. بالنسبه لنا احنا التوازن المالي اهم من قيمه اللاعب. واضح، الاحترام ايضا مهم جدا والجو العائلي ولو ديفوار دو ميموار، نشوفك برشا تتحدث على القدامى على تصورهم على الكل، اكيد ماهر بن عيسى هذيا خصال اخرى. شوف في ان ديريجون جون على الاقل. ان ديريجون جون اليوم شوف بعد هذيك الفترات اللي عديناها اليوم و75 سنة في النادي وكل شيء، النادي أكثر من نتائج. نادي اليوم يتفكر صغره، ناس اليوم الكبار يعني حتى قدماء الرؤساء اللاعبين وقت يتفكروا يبكيوا 80 سنة و70 سنة يبكيوا على النادي وقت يتفكروا كل الحاجات الباهية اللي صارت في النادي، زعما نتجاوزوا الربح والخسارة. اليوم علاش في المركز تكوين الشبان حبينا اليوم نرجعوا ذكريات الفريق بالتصاور بالتاريخ، وحتى كنا في اون سورت ديدوكاسيون معناها للشبان هذوما بالضبط. واليوم تصور انت النادي الوحيد اللي عنده تصور تو دخل زياد تصور كل الممرنين تاع الدرجه المحترفه الاولى اللي راناو المرسى يعني كلهم بتصورهم وكل الرؤساء، يعني هذا اكيد الحاجه اللي تفرح، خاطر اليوم واحد يعرف اللي غدوه باش يخرج من النادي على الاقل يقعد التذكار نتاعه موجود. باش نعطيك اسئله سريعه الاجوبه سريعه جدا، ذكرى ما نسيتهاش في مسيرتك كمسير. كأس تونس 2012 اللي خسرناها. هدف ما حققتوش. كأس تونس. غلطة ارتكبتها وندمت عليها كمسير. غلطة ارتكبتها أكيد فما برشا غلاط ارتكبناهم، لكن يمكن تجديد عقود لاعبين اللي كنا نجموا نزيدوهم عام ولا اثنين، أما أنا ما نحبش نكذب على اللاعبين كل صراحة. يعني في الاخر نامن اللي اللاعب يلزمه عنده الحق باش يمشي وعنده الحق باش يصور، لكن يلزم يخمم في الفريق الام. شخص تاثرت به في التسيير؟ محمود عزوز. ملاعب تحب تشوفه يلعب في مستقبل المرسى؟ والله اللاعب نتاعنا كل باهين، ما عندناش حاجه باش نجيبوا لاعب من الاجانب. لا لا من تونس مثلا، فما لاعب يعجبك تلمو اللي ماذا بيك تراه يلعب في مستقبل المرسى ويلبس مريو مستقبل المرسى؟ سير عندك في الكره التونسيه ملاعب تياج. والله لاعبين ما اليوم عندنا اكيد باش نعملوا في باش نجيبوا لاعبين جدد في الميركاتو جديد، لكن حبي كبير لاعبين نتاعي ما نجمش نكون نخير عليهم لاعب اخر. مدرب ماذا بيك تراه يدرب في فريقك؟ مدرب احنا توا سي عادل السليمي. لا لا نعرف مش على عادل. شكون لك زقال ومالا؟ ما عرفش بتقدر عندك فيزيون تاع مدرب تراه يحقق اهداف ما اكبر للمستقبل للمرسى. والله في سنوات قادمه ولا؟ شوف المدربين عندنا عديد من المدربين الاكفاء في تونس وان شاء الله باقي الانسب يكون موجود في المرسى. طموح مستقبلي ماذا بك تحققه؟ جامعه وزاره سياسه؟ لا جامعه وزاره نحب نهز كاس تونس. أكها وطموحك تنحصر في مستقبل المرسى، ما عندكش طموحات سياسية، ما عندكش طموحات لمسؤولة مسؤولية رياضية أكبر؟ لا لا حتى برشا يدزوا فيا والحقيقة ما بالنسبة لي أنا المرسى. مشكور جدا ماهر بن عيسى. شكرا. رئيس مستقبل المرسى اللي كنت ضيفنا اليوم في بيني وبينك، نتمنى واحد سعيد مستقبل المرسى في بقية المشوار اللي مازلت تلعب على المرتبة الرابعة لحد الآن إن شاء الله نجم تكون في 4 مباريات. مشكورين جدا مشاهدين الوطنية الأولى على وفائكم الوقت إضافي كل فريق وقت إضافي، مشكور جدا. نلقاكم الأربعاء الجاية في نفس التوقيت بمواضيع جديدة في دوسي الكرة وين ماشيين وضيف جديد في بيني وبينك. نقول لكم صباح الخير الناس كل.